السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا بالعربي. يشرفني إن شاء الله النهاردة وجود الدكتور جلال جابر معانا النهاردة إن شاء الله في ورشة جديدة من أهم ورش المجال، إن أنا بشوف إن هي تعتبر من أهم الحاجات الكتير الجديدة اللي إحنا لازم نهتم بيها، واللي هي تعتبر معايير جودة تصميم المقالات الإلكترونية. هي موجودة فعليا من زمان وموجودة بقالها كتير، بقالها أكتر من 10 15 سنة المجال ده موجود، بس في العالم العربي عندنا احنا محتاجين نوابغ متخصصين زي الدكتور جلال اللي ممكن يحدثونا عنه ويشتغلوا معانا فيه، عشان نفهم ايه الجديد فيه وايه التوجهات العالميه وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نشتغل في مجال ضمان جوده التعليم الالكتروني. انا شغال في التعليم الالكتروني بقالي اكتر من 15 سنه، بنهتم بالمجال ده، وكل فين بعض الناس بتعمل معايير خاصه بالنسبه لها، وفي بعض المعايير الدوليه، وفي بعض الناس بتستقي من معايير جامعات تانيه، بس المهم ان احنا دلوقتي في مؤسسات دوليه متخصصه لضمان جوده التعليم الالكتروني وطلعت معايير مهتمه بالمجال ده. احنا بيشرفنا ان احنا يكون معانا الدكتور جلال، هياخدنا في الرحله خاصه في معايير تصميم المقرات الالكترونيه ومعايير جوده تصميم المقرات الالكترونيه، وهنشوف ايه احنا هنتعلم ان شاء الله من الدكتور جلال الجديد النهارده. دكتور جلال حصل على دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم، وهو حاليا مدير عام لشركه صناع التفوق للتعليم والاستثمار للمملكه الاردنيه الهاشميه، ومدير عام لشركه مساق للتدريب الالكتروني، وهو مدرب معتمد في بعض في كثير من المنصات العربيه، ومن اهمها منصه رواق، وهو ايضا له خبره كبيره قوي في تصميم التعليم وضمان جوده التعليم الالكتروني. يشرفني وجود حضرتك دكتور جلال، ويشرفني وجود الاعضاء الحضور الكرام النهارده ان شاء الله، ويا رب تكون ورشه جميله. وهطلب المايك لحضرتك ان شاء الله، ومن انظمه الورشه ان شاء الله النهارده هنبدا بيها. اي اسئله او اي حاجه هنخليها هتطرح في الشات ان شاء الله، بس هيتم الاجابه عنها في نهايه الورشه، هيتم الاجابه عنها في نهايه الورشه ان شاء الله من قبل الدكتور جلال. تمام؟ انا بترك لحضرتك دكتور جلال، دكتور جلال المايك مع حضرتك دلوقتي حاليا. طيب. إيه لو صوت واضح مش واضح عند حضرتك؟ هو واضح، الصوت واضح عند الكل يا جماعه، لو واضح عند الكل يا ريت نكتب واحد. دكتور ابو مفتوح الصوت واضح عنده، في حضرتك دكتوره ايمان مش موجوده عندها الصوت. طب بقيه الناس الصوت واضح عندكم يا جماعه ولا؟ طب تمام خلاص. إيه منخفض؟ معلش انا كنت بكون بتكلم بالصوت واطي منخفض شويه. دكتور جلال معاك ان شاء الله، المايك مع حضرتك ان شاء الله، ونشوف حضرتك على خير. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. هذا السلايد دكتور تحضر. نعم يا دكتور. السلايد مش راضي يتحرك عندي. طب ممكن حضرتك توقف الشير وترجع تاني؟ طيب ماشي اوكي. اوكي. الآن واضح اهو دكتور محمد؟ ايوه يا دكتور واضح جدا، واضح معايا. طيب اول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اول شغله بدي اشكر منظمه إيمرج افريكا على اتاحه الفرصه الثانيه لي في هاي المنصه المتميزه. طبعا قدمت قبل تقريبا 4 أشهر ورشه في التعلم المقلوب، وارتئينا الحقيقه بالتعاون مع الدكتور محمد انه يعني نعطي موضوع جوده تصميم النقرات الرقميه. لا شك انه هذا يعني الان موضوع الجوده في تصميم المقررات الرقميه هو يعني موضوع الساعه في التعلم الرقمي. طبعا الورشه لا شك انها راح تركز على الاساسيات المتعلقه في معايير الجوده، والتفاصيل تحتاج الحقيقه الى دورات كثيره جدا. احنا بهمنا نفهم اليوم يعني الأساسيات في معايير الجودة، أقسامها كيف تتقسم، وبعد هيك إن شاء الله راح يعني نطبق على مقرر رقمي هاي المعايير ونشوف كيف آلية تطبيقها. طبعا مثل ما عرف الدكتور محمد،
أنا طبعاً يعني بحصل على دكتوراه في تكنولوجيا التعليم. الرسالة كانت في معايير الجودة الرقمية، والآن أعمل مدير عام لشركة صناع التفوق في المملكة الأردنية الهاشمية، مدير لشركة مساق للتدريب الإلكتروني، وأيضاً دربت على أكثر من منصة رقمية أشهرها منصة رواق في التعلم المقلوب وغيره، بالإضافة إلى الأبحاث الكثيرة اللي قدمناها في التعلم الرقمي. في عنا قبل ما نبدأ طبعاً اتفاقية لازم نفهمها مع بعض. أول شغلة عنا الجدول، الوقت إن شاء الله راح يكون تقريباً ساعة ونص، والأسئلة والمداخلات كالعادة يعني راح تكون إن شاء الله في نهاية الدورة. بنترك مجال للأخوة والأخوات إنهم يعني يسألوا الأمور المتعلقة في الموضوع. يا ريت نجهز شغلتين مع بداية دورتنا: الأفكار، إذا في عندنا أفكار معينة، أسئلة، اقتراحات، بعض الأسئلة المتعلقة في الموضوع نخليها للختام، وقد نحتاج أيضا المايك يكون يعني موجود معنا في وقت المداخلات اللي راح أطلبها يعني في خلال الورشة. أنا عندي عادة الحقيقة بحب دائما في دوراتنا إنه يعني بالإضافة للموضوع المطروح إنه نحاول يعني نستخدم بعض البرامج التفاعلية، التطبيقات التفاعلية. اليوم راح نصاحب برنامجين معنا، برنامج اسمه سلايدو. هذا التطبيق رائع جدا، يستخدم في قضية التدريس الرقمي عبر الانترنت، وعندنا تطبيق الثاني اللي هو بادلت. هذول التطبيقين راح يكونوا معنا في رحلتنا اليوم ان شاء الله، وراح يكون ان شاء الله في برنامج تفاعلي بيننا وبينكم، يعني الماده بالغالب راح تكون تفاعليه. بعض المعلومات الجديده ساعطيها، وبعض الامور التي تحتاج الى نقاش سنستخدم ان شاء الله هذه البرمجيات. لازم بالبدايه يعني نتعرف، من انت، تخصص العلم، المهنه الحاليه، من أي دولة أنت. طبعاً هذه كل دورات لازم نبدأ فيها. في عنا الدكتور محمد. دكتور محمد. أيوة دكتور. دكتور محمد بإذن الله الآن اللي عنده المسح الضوئي المتعلق بالكيو آر كود يمسح الكود مباشرة، يعني يدخل معنا، واللي ما عنده يعني التطبيق الرقمي اللي معه ما بيدعم الكيو ار كود، ممكن الدكتور محمد تنسخ الرابط لو سمحت. الرابط موجود في الشات يا دكتور. طيب الرابط متواجد حاليا في الشات لكل الحضور الكرام. اذا نشوف الان شو المجموعه اللي معنا، المجموعه الكريمه. دكتور محمد لو تبدأ أنت يعني تكتب. ما شاء الله، هاي بدأت الأسماء تيجينا. شهد، تمام، شروق معلمة رياض أطفال من مصر، أهلا وسهلا. محمود محمد رياضيات من مصر، أهلا وسهلا. دكتورة دينا، أهلا وسهلا، من المملكة العربية السعودية. طبعا دكتورة سلوى عقاقير ونباتات طبية، مدرس. شهد عندنا تخصص علم نفس، معلمة من دولة الكويت، أهلا وسهلا. براء إنجليزي أداب، معلمة من السعودية أيضا، أهلا وسهلا. خديجة الزهراني تخصص تقنيات التعليم برضو من السعودية، أهلا وسهلا. الأخت هاجر مسؤولة مشروع مدربة مهارات حياتية للأطفال في مصر، أهلا وسهلا. ما شاء الله، يعني التنوع هذا إن شاء الله يكون يعني له فائدة معنا. نلاحظ إنه أكثر من تخصص عندنا. خلف دعيس، ما شاء الله،
أهلا وسهلا بالجميع. عندنا برضو تخصص تكنولوجيا تعليم، مدرب دولي معتمد الدكتور أبو الفضل عبدو، أهلا وسهلا من جامعة القاهرة. محمد عبد الهادي البهي، تخصص تكنولوجيا تعليم، محاضر مجال تكنولوجيا تعليم، مصمم تعليمي، أهلا وسهلا. طيب أهلا وسهلا بالجميع. طبعا أنا سعيد جدا الحقيقة يعني في هذا التجمع على مستوى الوطن العربي، وأتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني أفيدكم في المعلومات الموجودة في هذا الموضوع. طيب نرجع لل بالنسبة للدورة، طبعا الهدف العام عندنا من الورشة راح يكون التعرف على معايير جودة تصميم المقررات الرقمية. عندنا أهداف بدنا نميز بين أنواع معايير الجودة، راح نشوف إنه الجودة ليست على نوع واحد، في عندنا أنواع كثيرة للجودة الرقمية، وراح نتكلم على الشركات إيش طارحة يعني بالموضوع هذا، وبدنا نستعرض أهم المعايير. بعد هيك راح أتكلم على أشهر المعايير الآن اللي بتطبقها طبعاً كثير من الجامعات العالمية، وبالذات الجامعات العربية اللي بدأت تأخذ يعني بعض هاي المعايير اللي هي منظمة كواليتي ماترز، راح نطبق ونتكلم على معايير الجودة الموجودة لدى هذه المنظمة، ونشوف تطبيق عملي على أحد المقررات كيف ممكن نطبقها. قبل ما نبدأ بالجودة الحقيقة، قبل ما نبدأ في موضوع الجودة، بدنا ننتبه إنه التعلم الرقمي ليس على نوع واحد. طبعا هذا الكلام راح يفيدنا إنه المعايير الجودة أيضا ليست على نوع واحد، فعنا ضروري جدا في البداية إنه نميز بين أنواع التعلم الرقمي. أول نوع من عنا من أنواع التعلم الرقمي بسموه التعلم المعزز بالتقنية، يعني ما يحدث الآن هو تعلم معزز بالتقنية. البعض قد يسميه خطأ إنه هذا تعلم عن بعد، راح نشوف كمان شوي إنه التعلم عن بعد له مجاله وله طريقته في التصميم. فإذا استخدمنا بس الأداة الاتصال هذا يسمى تعلم معزز بالتقنية، مثل ما نستخدم زوم، نستخدم جوجل ميت، نستخدم أي نوع من أنواع التطبيقات الأخرى. النوع الثاني عندنا اللي هو ما يسمى بالتعلم المدمج، التعلم المدمج. والتعلم المدمج هو عبارة عن البلندد بين التعلم التقليدي والتعلم الإلكتروني، وأحد أنواعه اللي تكلمنا عنه المرة الماضية وهو يعني الفريد كلاس روم. والقسم الثالث اللي هو التعلم عن بعد، اللي هو ما يسمى الديستنس ليرنينج. إذا عندنا ثلاث أنواع لازم نكون عارفينها قبل ما نصمم أي مقرر. هل إحنا راح نصمم في التعلم المدمج، ولا راح نصمم في التعلم عن بعد، ولا في أي نوع من هذه الأنواع؟ هذه نقطة مهمة جدا لازم نكون عارفينها. في الحقيقة الآن من الأخطاء الكبيرة جدا في المصطلحات ما حدث بعد كورونا. الآن ما حدث بعد كورونا ما يطلق عليه الآن في الدراسات الأجنبية الجديدة اللي هي ما يسمى بالإمرجنسي ليرنينج. إحنا طبعا في الدول العربية نسميه تعلم عن بعد، وهذا الكلام الحقيقة فيه خطأ. الخطأ الموجود فيه إنه هذا الآن الموجود عبارة عن حالة طارئة. لماذا؟ لأنه إحنا لازم نميز الآن بين التعلم الطارئ عن بعد، ولازم نميز بين قضية التعلم عن بعد. التعلم الطارئ عن بعد هو عبارة عن حالة طارئة، لذلك بنلاحظ إنه التصميم الرقمي بالغالب ما فيش فيه جودة. الآن يا جماعة العمال بيحصل عبارة عن emergency learning، يعني التعلم طارئ إحنا عمال بنتعامل معه. التعلم عن بعد يختلف اختلاف كلي. التعلم عن بعد فترة تصميم المقرر الواحد من 6 إلى 8 أشهر، وهو يعتمد على تصميم التعليم. أما ما هو موجود الآن عبارة عن emergency learning، في اجتهادات كثيرة جدا، لذلك بنلاحظ أنه ما فيش جودة فيه. بنلاحظ الآن أنه ما في جودة فيه،
وهذا الامرجنسي ليرنينج تعلم الطوارئ لا شك انه يحتاج الى ابحاث الان في هذه المرحله. وفي بعض المنظمات الان بدات تضع معايير للامرجنسي ليرنينج، لما يكون انا عندي حاله طارئه كيف اتعامل معها. ففي بعض المنظمات بدات الان تضع معايير حتى ما يضيع التعلم الرقمي. ترى الان التعلم الرقمي تعلم على المحك بجودته او عدم جودته. فبدنا نميز بين القضيتين، تعلم عن بعد والتعلم الطارئ عن بعد. تعلم الطارئ عن بعد ما يحدث الان في كورونا وما بعد كورونا، اما التعلم عن بعد فهو تعلم يحتاج الى مصممين تعليميين، فتره انتاج المقرر لا شك انها طويله جدا، في وقت تاخذ تقريبا من 6 إلى 8 يعني اشهر. سؤال المليون، الفعالية لمن؟ طبعا هذا قبل ما نتكلم في الجودة. قبل ما نتكلم بالجودة الرقمية يجب أن نعرف هل التعلم الرقمي في جودة، يعني في فاعلية ولا ما فيش فاعلية، حتى ما نتعب أنفسنا. خلينا نشوف الدراسات إيش بتتكلم على قضية الفاعلية وعدم الفاعلية. طبعا هذه الخلاصة مأخوذة من بعض المواقع المعتمدة في المتخصصة في قضية التعلم عن بعد والتعلم الرقمي. الفاعلية لمن؟ البعض بيقول لك التعلم عن بعد والتعلم التقليدي متساويان في الفاعلية، هذا مثل هذا. وفي نوع ثاني من الدراسات بتقول إنه تفوق التعلم التقليدي على التعلم عن بعد. والقسم الثالث بتكلم على تفوق التعلم عن بعد على التعلم التقليدي. والقسم الرابع بتكلم على قضية التعلم المدمج متفوق على التقليدي وعن بعد. وكل واحد له يعني له دراساته وله وجهة نظر يعني في الموضوع. 92% من جميع الدراسات وجدت أن التعليم عن بعد مساوي في فعاليته للتعليم التقليدي، لم يكن أفضل. وإن 3% وجدت أن التعليم التقليدي أفضل من التعلم عن بعد. طبعا إذا أخذنا بالحسبان كتربويين قضية التحيز في الدراسات، فالتعلم عن بعد أو التعلم الرقمي له فاعلية، لكن متى يكون له فاعلية؟ متى؟ هذه نقطة مهمة جدا بدنا نفهمها اليوم، لأنه الآن يعني في كثير من الدول العربية طبق التعلم الرقمي أو التعلم عن بعد بطريقة خاطئة، مما أدى إلى وجود يعني ردة فعل من قبل البعض إنه هذا تعلم يعني فيه مشكلة كبيرة جدا فيه من ناحية الجودة ومن ناحية التعلم. إحنا ليش بدنا جودة؟ الجودة لماذا؟ أول شغلة اتفقنا إنه الدراسات الموجودة بتشير إنه لا، التعلم الرقمي في جودة يعني في فعالية كبيرة جدا، لكن متى سيأتي هذا الأمر؟ راح نشوف كمان شوي. الآن القصة الثانية مهمة جدا، إحنا ليش بدنا جودة رقمية؟ لأنه الجيل عندنا الآن إيش نوعه؟ جيل رقمي. بما إنه الجيل الآن القادم جيل رقمي، فبالتالي لابد أن نبحث عن قضية الجودة. الآن كما قلت أنا في البداية، الرقمنة في التعلم الآن تخوض يعني يعني صراع شديد جدا مع التعلم التقليدي، مع إن هي منحة تكاملي طبعا، هي بتكامل النظام التقليدي أكيد. إحنا ما بنتكلم على التعلم التقليدي إنه لازم يذهب كله، إحنا بنتكلم على منحة تكاملي. لكن لماذا نريد جودة رقمية؟ لأنه الآن الموجود عندنا جيل رقمي. طبعا في مقولة معروفة ومشهورة تقول التقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية. التقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية. هنشوف الأجيال الموجودة عندنا الآن، الأجيال الموجودة عندنا طبعا كانت في السابق الجيل عندنا من 15 ل 20 سنة، كل 15 ل 20 سنة يعتبر جيل. الآن أصبحت الرقمنة هي الأجيال، كيف بنتعامل مع الرقمية هي عبارة عن الأجيال. فعندنا جيل طفرة المواليد اللي هي من 46 ل 65، وعندنا جيل إكس من 65 ل 80، وجيل الألفية الثالثة اللي هم من 80 ل 95، وجيل زد اللي هم من 95 ل 2010، وعندنا جيل ألفا
اللي هم 2010 لل 2025. انا ما بعرف الموجودين الان من اي جيل. دكتور محمد من اي جيل؟ انا ايوه الفئه الثالثه. انت من فين؟ انا من الجيل الثالث ترى. انا من الجيل الثالث من الجيل الثاني. انا من جيل اكس. انت من اي جيل؟ الجيل 2003. طيب ماشي تمام. يعني على فكره لازم نعمل يعني نشوف شو الاجيال الموجوده معنا. انا بتوقع انه الاجيال الموجوده معنا جيل الاكس وجيل الواي. وانا اليوم جاي اتكلم على جيل الالفا. جيل الالفا اللي هو جاينا من 2010 ل 2025 اللي هو الان بنتكلم على الجوده الرقميه كيف بدها تكون معه. جيل الالفا يا جماعه اللي هو انولد مع التقنيه. انولد وشاف الايباد وشايف الهواتف الرقميه وشاف الانستغرام وشاف الفيسبوك وشاف كل شيء امامه. جيل الالفا هذا من 2010 ل 2025. الآن الإحصائيات بتقول إيش؟ إنه كل أسبوع عنا بينولد 2.5 مليون على مستوى العالم من جيل ألفا. تمام الوضع؟ كل أسبوع عنا مواليد من 2.5 مليونين تقريبا 1.5 مليون أسبوعي بينولد معنا. تمام الوضع؟ عنا بالألفين وخمسين يعني الجيل هذا الآن الموجود لما يكون وصل عمره 40 سنة راح يكون عبارة عن 2 مليار في العالم. 2 مليار عددهم إذا ظل الوضع بهذه الطريقة. فكيف سنتعامل مع هذا الجيل؟ الله أعلم. إحنا بجوز ما كنا ما نكون موجودين لكن نتكلم على كيف نتعامل مع الفئة العمرية هاي اللي راح تتعامل مع التقنية. انتوا شايفين الصور الموجودة عندنا هذا يعني للطفل لسه لحد الآن يعني عمره 4-5 سنوات ماسك الجهاز معه. لذلك جيل ألفا يطلق عليهم الآن جيل الملوك. من سيحكم العالم؟ هذا الجيل لو نتفرج على خصائصه على صفاته طبعاً إحنا أغلبنا مهاجرين للرقمية. أغلبنا مهاجرين للرقمية رقمية الحقيقيين انولدوا مع التقنية. تمام؟ وإذا بدك تعرف إنك حالك رقمي ولا لا في طريقة سهلة جداً. دكتور محمد معي؟ يا دكتور كنا نعرف لا في طريقة سهلة جدا. أنا لما أمسك الآيباد أو أمسك التلفون بستخدم كم أصبع؟ أصبع واحد. الرقميين لا شغالين على كل الأصابع فهم بيمارسوا الرقمية معهم. هذول الآخرون مهاجرون للرقمية. انتباههم الحقيقة الجيل ألفا هذا فترة الانتباه عندهم قصيرة في التعلم بالطرق التقليدية. إذا علمته بالطريقة التقليدية ما بينتبه معك. تمام؟ لكن إذا علمته بطريقة التكنولوجيا زي الفيديو، مواقع الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي لا بتختلف اللعبة معه. بتلاقيه بتفاعل بشكل يعني أفضل. وللعلم ترى جيل ألفا حتى وسائل التواصل عنده تختلف اختلاف كلي. يعني احنا وسائل التواصل عندنا المشهوره الفيسبوك تويتر راح نلاحظ انه هذا الجيل لا هو رقم واحد عنده مش فيسبوك وتويتر لا الرقم واحد عنده الانستغرام مثلا بيحب الصور بيحب الفيديوهات عنده حتى بيحاول يجرب اي تطبيق بينزل سريع جدا مش زينا احنا بيطول التطبيق لما ينزل ممكن يقعد له سنه وبعد السنه نبدا نجرب فيه الجيل هذا مجرد ما سمع بالتطبيق بيبدا التطبيق فيه احنا بنطول هذه نقطة مهمة جدا. برضو عندهم بيحبوا المشاركة والتعاون بينهم وبين بعض. لذلك حتى الألعاب الآن الألعاب كلها ألعاب تشاركية. إحنا الألعاب كانت على أيامنا ألعاب one way يعني إحنا مع الجهاز بنلعب. الآن لا اختلف الوضع. الآن كل الألعاب عبارة عن ألعاب تشاركية. الطفل ما بيحب يلعب لوحده. بيحب يلعب مع زملائه. هذا بخلاف الوضع اللي كان يعني موجود بالسابق. طيب نبدا الان بشغلنا انا راح اركز على قضيتين بدنا نفهم قبل ما ايش كيف نعمل معايير جوده لازم نركز على قضيه ايش المقرر الرقمي نفهم المقرر الرقمي ايش عناصره وبعدين ندخل على الجوده ونشوف كيف راح نتحرك فيها لانه ترى على فكره الجوده عباره عن الجي بي اس الجايد اللي بيحرك المقرر الرقمي راح نشوف كمان شوي ايش الفكره تاعته المقرر الرقمي ايش هو؟ المقرر الرقمي عباره عن البيئه التعليميه
عباره المقرر القومي عباره عن البيئه التعليميه اللي تحتوي على كل شيء، راح تحتوي على كل شيء، كل ما يتعلق بالتعلم موجود في المقرر الرقمي، تمام. طبعا البيئه الرقميه بالغالب بتكون عباره عن يعني موجوده على انظمه اداره التعلم اللي هو اللي عباره عن LMS Learning Management System. فبيكون عندنا مقرر رقمي مرفوع وين على قضيه Learning Management System، وهي نقطه مهمه جدا ان نعرفها. طبعا احنا اليوم راح نتكلم على التصميم والجوده بما يتعلق بالLMS. عندنا شيء ثاني بسموه CMS، هذا مش راح ندخل فيه اليوم. معايير الجوده بالCMS تختلف اختلاف كبير جدا على الLMS، والان عندنا مصطلح جديد ايضا في تقنيات التعليم اللي هو الCMS. كل واحد له نظامه، كل واحد له طريقته. احنا مش راح نتكلم على الCMS، يعني الارتكيوليت CMS مش الMS، له طريقه معينه، له طريقه في الجوده. يعني اليوم راح نتكلم على الليرنينج مانجمنت سيستم، كيف نتعامل معاه في قضيه الجوده والمقررات. هاي نقطه كمان مهمه جدا ان نتعلمها. انظمه اداره التعلم اللي هي عباره عن وين ندير المقرر الرقمي، المقرر حكينا يحتوي على كل شيء، وين نديره؟ الان عندنا منصات كثيره جدا، ليرنينج مانجمنت سيستم موجود، عندنا الموديل مفتوح المصدر مجاني، البلاك بورد اشهرها، الجوجل كلاس روم، الادمودو، الكانفاس من التطبيقات الجديده. طبعا واحد بيقول طيب طبعا هذه بدها دراسه، التفرقه بين الانظمه هي وكل نظام كيف بيشتغل، يعني وبدنا نعرف انه مين الانظمه اللي بتناسب لطلاب المدارس، مين الانظمه اللي بتناسب لطلاب الجامعات. لا شك انه هذا شيء اخر. يعني بنلاحظ انه الجوجل كلاس روم، الادمودو بالذات يعني هو عباره عن شكل من اشكال فيسبوك، ترى التواصل فيها سريع، في لها يعني معايير جودة مهمة جدا إن يعني نفهمها. ما هي عناصر المقرر الرقمي؟ حكينا عن المقرر الرقمي، الآن نعرف عناصره. دكتور محمد، يا دكتور. أيوة يا دكتورنا الغالي. شوي إياهم يتحركوا، لأن بديش أتكلم لحالي. طيب الان بدنا نشوف عناصر المقرر الرقمي. بس دقيقه علي بالله، معلش دقيقه علي، خلينا اعمل شير عشان نشوف. شاركونا بالله في واضح دكتور محمد؟ ايوه دكتور، انا بعت الرابط. الشير واضح عندكم؟ الشير واضح عندنا دلوقتي حالا. طيب الرابط يا جماعه، برايكم انتم ايش عناصر المقرر الرقمي؟ الان انتم كلكم مصممين طبعا، اشتغلتوا اكيد على قضيه الانظمه اداره التعلم. الان لو بدنا نعمل نصمم، اي واحد يصمم اي مقرر رقمي، المحتوى ممتاز. يلا يا جماعه، انا اليوم بشتغل مع خبراء في التعلم الرقمي، في الاصل تكون الكونتنت اوكي، المحتوى غير المحتوى. طيب غيره، انا بس بنوه بس حاجه بسيطه يا جماعه، الرابط انا بعته ثاني، بحيث ان هو مش هنبعت على الشات، نبعت على الرابط ده، ندخل على الرابط ده ونكتب عليه. نفس الرابط دكتور نفس الرابط اللي انبعت نفسه. انا بقول نفس الرابط، بس عشان في بعض الناس دخلت بعد ارسال الرابط ومش ظهر عندهم في الشات. طيب زي الدكتوره هبه مثلا، وفي الدكتوره اميره، يا ريت يا جماعه ندخل على الرابط عشان نرفع المحتوى عليه. تمام، اذا عندنا بدات الان الاجابات تجيني. طبعا التطبيق هذا الان بيطبق شيء اسمه عندنا التعلم السحابي. شايفين كيف الان عندنا طبعا الكلمات الكبيره هاي اللي هي اكثر شيء جاوبوا الناس عليها. حلو، بتكلموا الان، خلينا نقرا ايش وصل عندنا. اذا عناصر المقرر الرقمي ايش عندنا؟ عندنا الاهداف موجوده صحيح، عندنا المحتوى موجود ممتاز. شو كمان عندنا يا جماعه؟ عندنا الانشطه موجوده ممتاز جدا. بتقدروا تصوتوا اكثر من مره ترى. دكتور محمد، يا دكتور دكتور أيوة محمد بيسمعني. بيقدروا يصوتوا قد ما بدهم يصوتوا، ما عندناش مشكله يعني.
ما عندنا مشكلة. إذا عندنا يا جماعة المقرر الرقمي، عندنا أهداف، عندنا تقييم، عندنا محتوى، تمام، وعندنا أنشطة، وإيش عندنا كمان؟ وعندنا تقنية، وعندنا تقنية. أي محتوى، أي مقرر رقمي بدنا نصممه لازم يحتوي على 5 شغلات. عندنا الأهداف، تمام، الميديا المستخدم الجميل، وسائل الاتصال، الأهداف، الاستراتيجيات. هذا بعدين، الاستراتيجيات ترى مش من المقرر، مش من التصميم، الاستراتيجيات مش من التصميم، ما بدنا نخلط بين الأمور، نتكلم على التصميم بس. التصميم، أي مقرر رقمي عندنا بدنا نصممه لازم يحتوي على الأمور التالية: عندنا أهداف، عندنا تقييم، وراح نشوف كمان شوية تقييم ليش قدمته أنا. البعض بقدم المحتوى، إذا عندنا الأهداف، عندنا التقييم، عندنا الأنشطة، وعندنا المادة التعليمية حكينا عنها، وعندنا التقنية الداعمة، وعندنا التقنية الداعمة. ما شاء الله، يعني كل اللي انكتب حقيقة يعني كلام كله صحيح وممتاز جدا. وما شاء الله عندك اليوم التفاعل كبير يا دكتور، في تفاعل، لا ما شاء الله، أنا متفاعلين اليوم ما شاء الله، يعني ما شاء الله. وهذا بدل على إنه نوعية المقصودة في المنظمة هي يعني حقيقة نوعية يعني عندها خبرة جيدة في فيما يطرح يعني في كل مرة. نرجع لسلايداتنا. يا جماعة، أي مقرر بدك تصممه، أي مقرر بدك تصممه لازم يكون في مقدمة مقرر، لازم يكون في عندنا أهداف تعلم، محتوى مقرر، مواد تعليمية، وأنشطة، وتقييم، عشان يكون مقرر رقمي. إذا ناقصك شيء صار عندك خلل في قضية المقرر الرقمي. الآن إحنا اليوم مش رح أنا أتكلم بتفاصيل التفاصيل في التصميم، فهذا يحتاج إلى دورات كثيرة جدا. يعني أنا مش جاي أتكلم اليوم على قضية الأهداف وتصميمها والمحتوى كيف يتصمم وكذا، لا، إحنا نتكلم على الهيدلاين عشان نفهم يعني الفكرة، تمام. هاي الإي كورسز عندنا، هذا الإي كورسز أنا ماخذه من موقع جامعة اسمها نيو مكسيكو ستيت، من الجامعات العالمية واللي لها تصنيف طبعا عالي جدا. شوف الآن يعني الرسمة اللي أمامكم قدامكم كيف بتبين المديول، كيف مقسم، عندك أهداف، عندك نشاطات، عندك تقييم، عندك الليرنينج ماتيريال، ماتيريال اللي هي المادة المحتوى إلى آخره. فهذا نموذج يعني مبسط من أحد الجامعات، برضو هذا نموذج آخر بيبين إنه الكورس شو لازم يكون موجود فيه، الكورس شو لازم يكون فيه موجود، لازم يكون عندنا أهداف، لازم يكون عندنا ماتيريال، ليرنينج ماتيريالز، أكتيفيتيز، والأسسمنت. طيب، في عندنا هنا إحصائية غريبة. طبعا اليوم التركيز عندي أنا، الإحصائية عندي غريبة جدا. طبعا بالنسبة للتعلم عن طريق المواقع الإنترنت، منصات التدريب، بتقول إنه 13% من المتدربين الذين يبدأون دورة تعليمية رقمية يقومون بإتمامها فقط. شوفوا، 13% عندنا اللي بيكملوا الدورات على المنصات. هذه طبعا إحصائيات دقيقة جدا. برأيك إيش شو السبب؟ ما السبب؟ ليش إنه 13%؟ طبعا هذه نسبة منخفضة، هذه نسبة منخفضة، نسبة مش كبيرة يعني. اللي بيكملوا التعلم عن طريق الانترنت عبر المنصات نسبتهم تقريبا 13%. طيب خلينا نشارك النقاش في القصة هاي سريعا. انا بعت الرابط برضو على الشات. دقيقة يا دكتور، نفس الرابط هو، بس يا ريت دقيقة بس علي. برايك نسبة قلة من يكملوا الدورات الرقمية ليش؟ خلينا نشوف شو عندنا، يعني مشكلتنا وين يا جماعة. محتوى ممل، تمام، غيره طلاب، طول المدة، مدة طويلة، عدم التخصص من قبل الأفراد، صح، عدم المتابعة، محتوى ممل، سوء حالة النت، النت فيه مشكلة، قلة الدعاية. طيب
غيره. شو في كمان أفكار؟ أها الوقت مش مناسب، الإعداد المسبق غير كافي، جميل، القدرة ما فيش إدارة للوقت، كثرة الدورات صح؟ كله صح. قلة التحفيز رائع، قلة التحفيز ما فيش تحفيز، المحتوى في مشكلة فيه في التحفيز، ما فيش تحفيز في المادة، جميل. عدم فهم الأهداف، جميل. طيب قلة الدافعية، سوء حالة النت، هذه كلها الحقيقة يعني الحلو الآن في الموضوع أنه تتكلموا أنتم تجربة عملية، هذه التجربة العملية الواقع العملي الآن راح نلخصها نشوف إيش الموجود. طيب تداخل مع وقت العمل صح، دورات مش مناسبة للأوقات، عدم معرفة الميول صح، جيل كسول ممكن. طيب جميل جميل جدا. طيب قلة التفاعل طبعا يعني ما شاء الله أخذت الدور الأكبر، حلو. طيب نرجع للشر تاعنا، أنا الحقيقة قبل 3 أيام دكتور محمد معي، دكتور دكتور محمد عملنا الاستباني هاي قبل البول، يعني عملنا سؤال على لينكد إن نفس السؤال اللي سألناكم إياه الآن، وأنا حطيت 3 شغلات. طبعا عملنا السؤال باللغة الإنجليزية واللغة العربية، تقريبا صوت على الـ على الـ على السؤال تقريبا بحدود 100، وحطيت أنا 3 شغلات اللي هو كان السبب ضعف التصميم التعليمي، عدم وجود معايير جودة، عدم وجود تقنية التلعيب اللي أنتم تتكلموا عنه قبل شوي اللي هو متعلق بقضية التحفيز. فشفت إنه أغلب الـ طبعا الـ الدول العربية اللي شاركوا معي كان بالاتفاق أغلبهم جاوبوا، يعني كان الأغلب إنه ضعف التصميم التعليمي وعدم جودة معايير الجودة هم السبب. بالنسبة للسؤال المتعلق في اللغة الإنجليزية وجدت إنه أغلب الإجابات كانت متعلقة بقضية عدم وجود معايير جودة. يعني شوف أنا بس عشان أقارن بين قضية، طبعا هم معايير الجودة بيهتموا فيها كثير، يعني لسه هذا علم الجودة علم يعني ناشئ في التعلم الإلكتروني حقيقة، لذلك هو عند الكثير حتى من يعرف في الجودة الرقمية راح نلاحظ انه في خرق، يعني في عملية خلط بالمفاهيم. ف يعني احنا مشكلة المشاكل عندنا الان في قضيتين، كيف نصمم المحتوى الرقمي وكيف نعمله حسب معايير الجودة. اذا هذول التنتين اشتغلوا مع بعض انا بتوقع الامور تكون رائعة ممتازة. تمام شايفين الشارع هذا؟ عندنا شارع الآن. دكتور محمد الشارع واضح؟ ما بعرف. دكتور محمد. أيوة دكتور الشارع واضح جدا. طيب عندنا الشارع هذا أنا بشبهه مصممين التعليم ماشيين فيه. الشارع هذا عندنا الستريت مصممين التعليم ماشيين فيه، وبعد ذلك راح نشوف كل واحد طلع على طريق. الآن الطرق هاي هي مشكلة المشاكل عندنا. هي هذه الآن مبدأ بداية، كلنا مصممين تعليميين، كلنا بنعرف في الرقمنة، بعد هيك كل واحد بيروح على طريق، كل واحد بيمشي على طريق وكل واحد بيمشي على ستريت، فبالتالي بتبدأ المشاكل تطلع لنا في الأمر الرقمي. التصميم الرقمي لازم يكون له جي بي اس، الجي بي اس تاعه اللي بيحركه معايير الجودة. يعني باختصار معايير الجودة هي عبارة عن الجي بي اس اللي بتحرك المقرر الرقمي. يعني مقرر رقمي ما بصير تصمم على كيفنا يا جماعة، ما بصير المقرر الرقمي كل واحد يعمل بده إياه، والله هذه كويسة هذه مش كويسة، ما بصير. المقرر الرقمي له معايير جودة طبعا لابد من الالتزام بها،
الجودة هي عبارة عن الجي بي اس اللي بتحرك المقرر الرقمي، يقول له اطلع قدام، اطلع اليمين، روح شمال، هذا بدنا اياه، هذه ما بدنا اياه، الى اخره. الجودة باختصار هي عبارة عن معايير، روبريك موجود عندنا، تمام، الهدف منه انه نحسن المنتج التعليمي باختصار. ما بدنا ندخل في التعريف المعقد التربوية. الجودة باختصار عبارة عن مجموعة معايير، روبريك يعني موجودة، الهدف منها ان نحسن المنتج الرقمي، نضل نحسن فيه. لذلك راح نلاحظ انه الجودة عملية، مش عملية مؤقتة، يعني الجودة مش عملية يوم وانتهت، لا، عملية مستمرة لا تنتهي. تحسين المنتج لا ينتهي، تمام. عن ماذا نبحث في الرقمية؟ على الجودة بايش نبحث عنها؟ الجودة بايش نبحث عنها في التعلم الرقمي؟ أول شغلة التصميم المقرر، هل في جودة ولا ما فيش جودة فيه؟ هذا نوع. راح أفرق كمان شوي بين نوعين مهمات جدا، راح أفرق بين نوعين مهمات جدا، لكن الآن بدي أتكلم بشكل عام هذه الأمور اللي بتنطرح في الجودة الرقمية. تصميم المقرر، تدريس المقرر، المحتوى التعليمي، نظام إدارة التعلم، نظام إدارة التعلم اللي بتستخدمه، هل في معايير جودة ولا ما في معايير جودة؟ الآن في عندنا علم جديد اللي هو الـ UX اللي هي تجربة المستخدم. هل هذا النظام كيف تجربة المستخدم فيه؟ أنا بتفاجأ قبل يومين إنه أحد التطبيقات التي لا تصلح تعليم الطلاب الصغار من الصف الأول تدرس، يعني هي عبارة عن نظام إدارة التعلم. وأنا متأكد لو انعملت عملية تجربة المستخدم لن تكمل هذه المدرسة. فعنا العلم الجديد الآن الـ UX، الـ UX هذا اللي بيسموه الـ UX design اللي هو User Experience Design، تجربة المستخدم بالنسبة للنظام أو بالنسبة للتطبيق، حركته داخلها، بدنا نشوف حركة فاعلة ومش فاعلة، طالب جامعي دخل على المنصة دقيقة وطلع منها، هرب من المقرر، ليش؟ لأنه مش مصممة صح، ما فيش معايير جودة فيها. البنى التحتية، هل فيها جودة ولا ما فيها جودة؟ البنى التحتية متعلقة بقضية هل هناك يعني يوجد أجهزة عند الطالب، عند المعلم، الإنترنت هل هو متوفر أو مش متوفر؟ في بعض الدول عندنا يعني الطلاب ما عندهم نت، استعداد المعلم، استعداد الطالب، كل هذا داخل في قضية يعني معايير الجودة الرقمية. بدنا ننتبه. أنا ما راح أدخلكم في كل المتاهات، راح أختصر اليوم على قضيتين سهلات إن شاء الله، إنه هذا موضوع كبير جدا ترى. ضبط الجودة فيه أمر صعب جدا ويحتاج إلى وقت يعني طويل جدا، ويحتاج إلى يعني مختصين. أنواع معايير الجودة. دكتور، نعم يا دكتور، ممكن نقترح على حضرتك إن شاء الله إن كان كده ممكن نخليها سلسلة بسيطة إن شاء الله مع حضرتك. والله هي لازم تكون سلسلة، لأنه الآن راح تشوفوا شو راح يصير جوا. إحنا الآن عشط يا دكتور. انا عندي فكره، بس هو الفكره خلينا في اخر الورشه وانا هعمل بيها ميتنج واكلم حضرتك بعدها. انا في عندي بعض الاقتراحات ان شاء الله اعملها بنهايه الورشه، وان شاء الله بسمع لك. انواع معايير الجوده، انا بتوقع ان شاء الله انه هذه من اوائل الدورات اللي تطرح بهذه الطريقه. لا شك انه في كان اجتهادات عند بعض الاساتذه الجامعيين في الموضوع، لكن ما طرح الموضوع بهذه التفاصيل الدقيقه جدا على حسب اطلاعي. معايير الجودة يا جماعة ثلاث شغلات نركز عليها. عندنا طبعا أنا حطيت لكم ثلاث مؤسسات بتهتم بالجودة. عندنا مؤسسات بتهتم بتصميم المقرر زي الـ QM اللي هم الـ Quality Matters، وأنا رسالة الدكتوراه كانت في الـ Quality Matters، طبقنا المقرر وفق المعايير الجودة، وهي طبعا من المؤسسات كبيرة جدا حقيقة،
وعدد الجامعات الملتحقة معها الآن عدد كبير جدا، فهي مختصة بتصميم المقررات، ترى ما إلها دخل بشيء اسمه تدريس. ولما نحكي على تصميم المقرر يعني كأنك بتألف كتاب. الآن من سيدرس هذا علم آخر، بدنا نميز بين القضيتين، راح أجيها كمان شوي. عندنا نوع من المعايير فقط في التصميم، تصميم المقرر أنا جهزه أرتبه، الآن من سيدرس شيء آخر. عندنا منظمات أخرى، طبعا هذه منظمة معروفة جدا اللي هم الـ OLC اللي هم Online Learning Consortium، هذه طبعا منظمة عالمية تهتم بمعايير الجودة، يعني طبعا هي والكواليتي ماتر تقريبا هم من أشهر يعني المؤسسات اللي طارحة معايير الجودة وعليها إقبال كبير جدا. إذن عندنا النوع الأول في تصميم المقرر، النوع الثاني في تدريس المقرر كيف أدرس، وهذا له منظمات وله معاييره، والنوع الثالث المتعلق بسكور، وهذا له المعايير الجانب التقني. إذن عندنا جانب التصميم المقرر وجانب تدريس المقرر وجانب معايير المتعلقة في قضية اللي هي الموضوع التقني، وهذا الموضوع التقني أيضا له معايير جودة. و الجهل بالموضوع التقني قد يعني يعمل مشاكل ما إلها ولا تالي، وقد يخسر الجامعات والمدارس مبالغ كبيرة جدا، لأنها قد تضطر لإعادة المادة. وكم رأينا من التطبيقات عندما صممت لما جينا نرفعها على الواحد على الأجهزة الذكية، ما دعمت الأنظمة، ما دعمت الآي أو إس ولا دعمت الأندرويد. ليش؟ لأنه لا ما اشتغلوا على قضية يعني المعايير المتعلقة في التقنية. هذا علم آخر أنا اليوم ما راح أتكلم عنه، أنا عندي فقط تصميم المقرر الرقمي، مش راح أتكلم على التدريس ولا راح أتكلم على قضية الجانب التقني وأنواع وكيف نعمل الجانب التقني لما نيجي نرفعه على البلاتفورم نحزمه كيف بطريقته. لا شك إنه هذا يعني له طريقة معينة. عندنا طبعا أنا جمعت باجتهادي يعني وعلى حكم اطلاعي، طبعا دكتور محمد هاي النماذج انا بامكاني بعد الورشه راح ابعث لك الروابط يدخلوا يجربوهم. كل الشكر لحضرتك يا دكتور، وان شاء الله خلاص تمام. احنا طبعا هذه اهم الشركات، احنا عندنا شركات كثيره جدا وعندنا مؤسسات ومنظمات عددها كبير جدا اللي طرح الموضوع. طبعا في عندنا الاو ال سي قبل شوي تكلمت عنها، عندها معايير متعلقه في التصميم بالتدريس، بدك تعمل نظام كامل لمؤسستك تمام، البروجرام كامل فيه له معايير تمام. بدك تعمل فقط تصميم مقرر رقمي له معايير، بدك تدرس الفئه بدك تدرس الان المقرر كيف معايير الجوده تاعتها. طبعا عندنا معايير الاو ال سي، عندنا معايير الكواليتي كواليتي ماترز اللي راح اتكلم عنها كمان شوي بالتفصيل، عندنا البلاك بورد، ترى ناس كثير ما بتعرف انه البلاك بورد عنده معايير جوده بالذات الأخوة في المملكة العربية السعودية، لأنه كثير بيستخدموا تطبيق البلاك بورد، يعني الحكومة السعودية موقع اتفاقيات في البلاك بورد. البلاك بورد إلها أيضا معايير جودة في الكورس بروجرام روبريك، إلهم معايير جودة خاصة فيهم تطبق على قضية هذا. عندنا معايير إنيكول، وهذه من أروع ما يمكن، من أروع ما يمكن المعايير هذه، من أروع ما يمكن. في المعايير بتتكلم طبعا أغلب المعايير هذه الإنوكول متعلقة بقضية من الكي جي 12 الأخوة والأخوات المدرسين في المدارس. أنا طبعا عندنا معايير خاصة في الجامعات وعندنا معايير خاصة في المدارس، كل واحد له طريقة معينة. طبعا المعايير ليس كلها معايير جامعية، في عندنا معايير خاصة في المدارس تمام. المنظمة هذه طارحة من الكي جي 12 معايير جودة، تتكلم على معايير الجودة المتعلقة بقضية التصميم، تصميم المقررات، تدريس المقررات، البروجرام كيف يكون عندنا موجود. وعندنا منظمة أوسكار، أوسكار هذه مش الفنية، أوسكار هذه متعلقة أيضا بقضية تصميم المقررات الرقمية. هذه كلها لازم تنبعث روابط، خذوا يعني أنتوا دخلتوا كلكم معنا في التخصص الآن، فادخلوا اتفرجوا على السوق شو عمالي بتكلم في قضية معايير الجودة، حتى نشوف أنه كيف الأنظمة هذه تنجح. يا جماعة إحنا الآن أغلب المقررات الرقمية عندنا إشكالية فيها، أغلب المقررات الرقمية أغلبها
أغلب المقررات الرقمية قائمة على الاجتهاد مش قائمة على العلم حقيقة. يعني إحنا عبارة عن اجتهادات، الله يعطينا العافية، إحنا مجتهدين، كل واحد فينا بيجتهد، لكن التصميم الرقمي مثل ما قلت قبل شوي، المابينج، هذا الجي بي اس اللي بيحركني كيف بدي اتحرك، بدي واحد يوقفني يقول لي هذا صح وهذا خطا. في كل دولنا العربيه الان عباره عن اجتهاد التعلم الرقمي، الا في بعض الجامعات اللي ماخذه اعتمادات، تمام، وبتاخذ المقررات وبتبعدها للمنظمات العالميه، والمنظمات العالميه بتحكمها وبترجعها بتعتمدها، تمام. طبعا دولنا العربيه في اجتهادات اكيد، مثل ما بدا الدكتور محمد في اجتهادات، كل مؤسسه بتجتهد. طبعا اخرها عندنا المركز الوطني للتعليم الالكتروني في المملكه العربيه السعوديه، ايضا يعني نزل معايير مشتقه من الاو ال سي ومن الكواليتي ماترز. حقيقه انا من استقراء الى المعايير اللي نزلت، يعني كان في خلط بين المعايير وتجميع بطريقه رائعه جدا، وانا بنصحكم تدخلوا على الموقع تاع المركز اللي هو مركز التعليم الالكتروني، رائع جدا، معايير ممتازه جدا ومترجمه للغه العربيه، تمام، وفي لها وصف. طبعا هذه المعايير كلها لها تفاصيل، يعني المعيار فيه له تفصيل كيف ينعمل، له طريقه معينه كيف ينعمل. دكتور محمد لحد الان ماشي؟ ايوه دكتور. جدا ماشي الامور، ماشي جدا، انا ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب احنا رافعين احنا رافعين الليفل شوي بس، يعني عشان الروابط بس يدخلوا بيفهموا الفكره معنا ان شاء الله، لانه هذه بدها دكتور، هذه بدها دورات حقيقه وبدها تفاصيل. ان شاء الله هنعمل في سلسله من الدورات خاصه بمعايير ضمان جوده التعليم الالكتروني. انا جاهز في هذا الموضوع ان شاء الله، يعني جاهز باعطاء اي معايير يعني متمكن بها ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. هو في سؤال بس بيقول لك، بيقول لك ان احنا نرسلها، ان شاء الله هنرسلها بعد الموافقه، بعد ارسال الدكتور جلال ليه، هبعتها لحضراتكم ان شاء الله وكل الحضور الكرام معانا. بس يعني هيبقى في حاجه عشان اعرف الايميلات، هيبقى في تقييم في الاخر، من خلال التقييم ده بعرف ايميلات الناس كلها وبقوم ارسل لهم كل حاجه. في حد في سؤال بيقول لو سمحت ذكر معيار لكل نوع. حاضر حاضر، انا ما خلصت لسه يا جماعه. طب تمام، انا بس بعرض لحضراتكم. لسه ما اشتغلت، يعني احنا لسه على الشط، ما دخلنا على البحر يا دكتور. انا عارف والله، انا قاعد مستمع بس. لسه ما بدانا احنا نفهم، يعني احنا انا تركيزي على الفكره الان. خلاص تمام تمام، لا راح ادخل شوي نشوف شوي، نتغوط شوي ونتحرك شوي يعني ان شاء الله. ان شاء الله ما يهمكم ان شاء الله. طيب الان انا ركزت على قضيه مهمه جدا، اللي بده يدخل في معايير الجوده لازم يفهم قضيه مهمه جدا، يفرق بين التصميم، احنا بنسميه الديزاين والديليفري. عندنا مرحلتين، عندنا ديزاين وعندنا ديليفري. التصميم يا جماعه عند اخر كلمه بتكتبها وبتجهزها وبتحط على البلاتفورم قبل الطلاب ما يدخلوا. هذه مرحله شو بنسميها؟ مرحله التصميم. يعني كيف بألف كتاب؟ طالب لسه ما درس. احنا عندنا مرحله الديزاين، مرحله اهم مرحله، مرحله التصميم. لسه طلابنا ما دخلوا يدرسوا معنا. عندنا صممنا المحتوى، حطينا الأهداف، حطينا الأنشطة، رتبنا التقييم، حطينا التكنولوجيا الداعمة، رتبنا الوضع، هذا اسمه تصميم، وهذا له معايير، وهذا اللي راح أتكلم فيه اليوم. في عندنا قسم ثاني اللي يسموه الديليفري، توصيل المعلومات وطريقته وكذا، هذا بيسموه الديليفري، توصيل المعلومات، البيديجوجيكال، البيديجوجيا، بيديجوجيا كيف اوصل المعلومات للطلاب، هذا له معايير جوده، ما له شغل في التصميم. لذلك قد يكون المصمم شيء والمعلم شيء للمؤسسات، يعني مقرر رقمي تضعه الجامعه، مين ما جاء من الدكاتره هو بيعمل عمليه ديليفري، ممكن يضيف عليها بعض الشغلات المتعلقه بقضيه التصميم القليله، لكن التصميم موجود. اذا عندنا ديزاين وعندنا ايش؟ ديليفري. دور المعلم الجديد، كان عندنا موجه ومرشد، هذول ما شاء الله احنا حافظينها يعني بطريقه ممتازه جدا. دور المعلم الجديد، موجه ومرشد وكذا الى اخره، ممتاز جدا. الان الدور القادم للاستاذ الجامعي والمعلم المدرسه، انستركشنال ديزاين، مصمم تعليمي. مع الكورونا، الكورونا غيرت الان اللعبه،
ورتبت الأمور بطريقة جديدة. فصار عندنا دور جديد للمعلم. المعلم الآن على البلاتفورم شو عمال بيعمل؟ على الموديل وعلى البلاك بورد وعلى هو مصمم تعليم. ما عاد فقط موجه يا جماعة، الآن دور المعلم الجديد هذا مصمم تعليمي. فلابد من إتقان هذه المهارات. مصمم تعليم الآن معلم، دوره الجديد instructional design، وكذلك الأستاذ الجامعي بده يتعلم كيف يصمم التعليم قبل أن يدرس المادة. أنا طبعاً كون دراستي في الكواليتي ماترز اخترتها، يعني أنا رسالة الدكتوراه في الكواليتي ماترز، فحبيت أتكلم عن المنظمة هذه بشكل سريع جداً. طبعاً في منظمات أخرى كثيرة جداً، أخذنا نموذج فقط حتى نشوف كيف بتفكر. طبعاً المعايير أغلبها متشابهة، فيها تفصيلات أكثر، تمام، فيها أولويات أكثر. فأنا حبيت طبعاً كواليتي ماترز مؤسسة ضخمة جداً، رائعة جداً، إلها ويب سايت بنصح الجميع يدخل عليه، عندهم لايبرري رائعة جداً، يعني في متعة في الجودة عندهم صراحة حقيقة. بنصح تدخل على الويب سايت تاعهم. طبعاً الروبريك عندهم مجاني، لكن دوراتهم بيد ماني، يعني فيها دفع، تمام. دوراتهم كثير رائعة جداً وممتازة، والحقيقة تصنع مصمم يعني رقمي بشكل احترافي. طبعاً كواليتي ماترز ألفت 2003، بدأت مع جامعة ميرلاند، وبعدك يعني تحولت بالا هيئة يعني مستقلة. ما بنتكلم على التاريخ. معايير الجودة عند كواليتي ماترز طبعاً هم مختصين بالتصميم، تمام؟ يعني كواليتي ماترز شغلتها تصميم المقررات، ما إلى دخل في الدليفري ترى. إلا الآن طبعاً في معايير نزلت تقريباً قبل 6-7 أشهر مع منظمة إنيكول، صار تشارك بالنسبة لقضية المعايير المتعلقة بالتدريس. ومعايير التدريس يا دكتور محمد هذه بدها تنعمل حلقة جديدة إن شاء الله. معايير التدريس ما لنا دخل فيها احنا اليوم، انا بتكلم على التصميم، يعني انا احدد ما اسلمك المقرر وقف. الان كيف ادرس؟ هذه لها شغلها. حتى معايير التصميم بتاخد وقت طويل لانها ما بتنفعش مثلا في سيشن واحده. عشان هيك انا راح اعطي الفكره واحاول اوريكم كيف احنا صممنا. تمام، مع حضرتك. تمام، بس انا بتمنى انه ما يكونوا مليتوا. والله انا شايف ان الحضور الكرام موجودين جدا ومستمعين جيدين، يعني وهذه مشكله الماده لما تكون في مايل للاطار التاطير النظري شوي، يعني بتعمل مشاكل، ولا احنا حابين تكون انتراكتيف اكثر. والله يا جماعه انتوا دلوقتي لو انتم لا ما فيش ملل، تمام كامل يا دكتور. يعني انا شايف الناس بداوا يقولوا ان هم يكملوا، يعني طيب جون كامل يا دكتور معاك. طيب يا حبيبنا، طيب الله يسعدك. بسم الله ما شاء الله، يعني الناس مستمعه جيده مع حضرتك. طيب الله يسعدك يا رب، ان شاء الله يكون في فايده من هالمحاضره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وان شاء الله هتبقى دي بدايه سلسله متطوره مع حضرتك في ضمان جوده التعليم الالكتروني ان شاء الله، ومعاييره هنشتغل مع بعض عليها ان شاء الله عز وجل. اذا كواليتي ماترز خاصه في تصميم المقررات عندنا عده روبريك نزلتها. كواليتي ماترز نزلت للتعليم العالي للهير، ونزلت ان الكيجي ال 12 طبعا بدت في الهير وبعد هيك تحولت لقضيه من الكيجي ال 12، وفي عندنا للنشر التربوي وللتدريب. هذول تقريبا اذا دخلتوا على الموقع وانا راح اعطيكم اياهم برضه تتفرجوا على المعايير. طبعا في اختلافات، لانه بدرس في الجامعه حقيقه غير بدرس في المدرسه، غير بده يعطي دوره تدريبيه. هذول تقريبا تصميم الثلاثه بدنا نفهمهم، كيف نصمم للهير، وكيف نصمم للمدارس، وكيف نصمم يكون عندنا دورة تدريبية. ما هو الدورة التدريبية كمان ده تصميم، تمام؟ كيف نصمم الدورة التدريبية؟ المبادئ اللي قامت عليها، ليش بنحب كواليتي ماترز وليش هي متألقة حقيقة كمنظمة ورائعة جدا؟ في عندها بعض الأمور رائعة جدا. أول شغل الروبريك اللي موجود، طبعا في بنود أساسية 8، وعندنا الفرعيات اللي هم تقريبا 43 معيار. بنلاحظ إنه المعايير عليها تطوير كثير جدا، يعني المعيار فيه تطوير وفيه تحسين عليه، في مؤتمرات تعقد، في ندوات. يعني أنا صدقا ما في أسبوع إلا بيبعتوا لي
على المسج انه في معيار معين صار الان في نقاشات عليه، يعني نفس المعيار ممكن يكون عليه الان نقاشات، صار عليه تطوير. تمام، انت بتتكلم على منظمه من 2003، فالان قديش تطورت على المعايير؟ المعيار اللي كان مهم جدا الان نزل ممكن مع الاحداث. فاذا قضيه التطوير المباشر الرائع على قضيه الروبريك، التوازن من وين جايبين المعايير؟ هاي نقطه كمان مهمه وبدنا نتعلمها كلنا. لذلك البعض اللي بيقول لك انا عندي معايير جوده كجامعات او كذا، من وين بيجيبوا العاد المعايير هذه؟ من اين تاتي؟ من وين نجيب معايير يا جماعه؟ المعايير من وين نجيبها؟ المعايير عندنا مصادر اول شغله الادبيات والابحاث الموجوده عندنا، ادبيات وابحاث. عندنا مبادئ التصميم التعليمي، عندنا التطبيق الامثل، التطبيق الامثل لتطبيق التكنولوجيا. فبنلاحظ انه مبنيه بناء علمي، ليست القضية قضية إنه أنا والله مختار معايير لذات المعايير، أو فلان أو والله شو عندك معايير؟ آه دكتور شو عندك معايير كويسة نحطها؟ لا، هذه تنبني إلى بناية معينة، إلى طريقة معينة. إذا الأدبيات السابقة، دراسات السابقة بدنا نعرف شو عملت. بدنا نتكلم على مبادئ التصميم، نتكلم على التطبيق الأمثل للتكنولوجيا، وهذا كله مبني على الممارسة. تمام؟ الآن عندنا نوعين من انواع التقييم عندهم. الدعم الاول بسموه دعم النظراء على حسب على مستوى المؤسسه. ثلاثه بيجتمعوا بيقرروا البند، هذا طبعا له طريقه معينه، طبعا مش واحد بيحكم على البند. عندنا ثلاثه بيحكموا على البند، والبند الواحد لازم يجيب اثنين من ثلاث. يعني الثلاث نظراء في التخصص طبعا بيكونوا موجودين، واحد في التكنولوجيا، واحد في خبير محتوى، مثل ما تأمل نعرف احنا في تصميم يعني المصممين التعليميين بيعرفوا ايش المطلوب. لازم يجيب اثنين من ثلاث في البند، اذا ما جاب اثنين من ثلاث راح يكون عندنا مشكله. المشكله هاي الهدف منها ليست رد المقرر، احنا مش هدفنا رد مقررات رقميه في الكواليتي ماترز، الهدف ليس رد المقرر الرقمي، انما الهدف هو التحسين. يعني أنا مش هدفي أنتقدك في المقرر، لا، الهدف إني أحسن معك المقرر. حلو؟ أداة الروبريك عندهم، أداة الروبريك عندهم اللي موجودة، كمان شوي الآن راح نتناقش ونتكلم على قضية الكواليتي ماترز كيف شغالة. طبعاً عندهم أداة قياس مجاني موجودة على الموقع. عندنا 8 بنود اللي هي الأساسيات: تقديم المقرر، الأهداف التعليمية، التقييم والقياس، المواد التعليمية والموارد، أنشطة المقرر، تفاعل المتعلم، تقنيات المقرر، دعم المتعلم، إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. شوفوا يا جماعة، عندنا الثمان بنود هدول، كل تصميم هذا تصميم تعليم. يعني من يتقن التصميم بهذه الطريقة أنا متأكد أن المقرر الرقمي راح يطلع فيه وفق معايير جودة عالية جدا. بدنا نلاحظ أن البند 2 ل6 في أداة رائعة جدا عندهم بسموها الالاينمنت. عندهم أداة رائعة جدا اسمها الالاينمنت، وهذه ترى أنا شفتها في المعايير الأخرى عند المنظمات الأخرى، لكن كواليتي ماترز بتركز على الالاينمنت بطريقة مخيفة جدا. الالاينمنت اللي هو الانسجام، الانسجام بين المعيار من المعيار الثاني للمعيار السادس لازم يكون في الالاينمنت. الآن لما تدخل على بعض المقررات بتشوف الأهداف موجودة، تعال دور على النشاط، النشاط مش موجود. تعال تفرج على التقييم، بعض الدكاترة وضعوا أنشطة ما لهاش دخل في الأهداف. البعض لما جاب التقنية حطها، التقنية نفسها مش داعمة أصلا للهدف التعليمي اللي حطه. فإحنا في التقييم بنركز على هذه القضايا، هل في alignment، هل في انسجام ولا ما في انسجام؟ إذا في ما في انسجام كيف مقرر صار؟ دكتور محمد معي؟ دكتور؟ ايوه دكتور مع حضرتك. الالاينمنت هاي اهم ميزه عندي كواليتي ماترز. انا ممكن اقول حته صغيره ان انا بنظر ليها كشغلت في التصميم التعليمي، ان هي عامله زي مساله الرياضه او معادله الرياضه. لو الطرفين بتوع المعادله المدخلات والمخرجات بتاعتها مش متساويين هتبقى المعادله غلط. صحيح، احسنت. بدنا ننتبه. ترى شفتوا نقطه رقم 8 امكانيه الوصول سهوله الاستخدام؟ هم يعطينا بند 8، والله هذه كل مشاكلنا فيها في التعليم، كل مشاكلنا فيها، والله هذه كل نقطة بدها دورة لوحدها حتى نشتغل بطريقة ممتازة جدا.
بدنا نفهم ايش القصه، كيف نصمم، كيف نعمل المعايير هاي، كيف نطبقها الى اخره. طيب شوف الاتساق هنا، مثلا قضيه الاتساق، كيف نعمل اتساق؟ مثلا هدف ان يناقش الطالب ايجابيات وسلبيات التعلم عن بعد، تقييم من خلال ما يقدمه كل طالب في النقاش، المحتوى حضور يوتيوب متعلق بالتعلم عن بعد، النشاط جلسة حوارية لحصر مشاكل الطلاب في التعلم عن بعد، التقنية المستخدمة عن طريق اجتماع زوم أو جوجل ميتينج مثلا. شوف كيف الهدف مسلم للتقييم، والتقييم مسلم للمحتوى، والنشاط والمحتوى مسلم للنشاط، كله مع بعض شغال. هذا في تصميم المقررات الرقمية يعني مهم جدا. هذه ميزة كمان ثانية لكواليتي ماترز بدنا نفهمها. عندهم ثلاث أنواع من المعايير: معيار أساسية، معيار أساسي، معيار مهم جدا، معيار مهم، وأنا ملونهم ترى راح نشوفهم كمان شوي. اللون الأصفر معيار أساسي، معيار أساسي إذا مش موجود تحجب الخدمة عن المقرر، ما بيأخذش جودة. هذا الآن كلام مهم، عندنا معايير أساسية إذا ما وجدت حجب الأمر عن المقرر الرقمي، وعندنا معيار مهم جدا، مهم جدا عشان يساعد الطالب إنه ينجح، تمام؟ وعندنا معيار مهم فيه له طرق ثانية ممكن يعني له طرق أخرى في الاستخدام، يعني لو جبنا بديل عنه ما فيش مشكلة معنا، علي علامة واحدة. الآن أي مقرر عندنا لما يتحكم طريقة التحكيم لازم يجيب 85، ولازم يجيب عندنا المعايير الأساسية طبعا لازم كلها تكون موجودة، اللي هم عبارة عن مجموعة تقريبا 63، لازم يكون المعايير الأساسية كلها موجودة. إذا معيار أساسي مش موجود في المقرر يحجب مباشرة عن المقرر الجودة، ثم بعد ذلك يطلب من المؤسسة تحسين يعني المقرر الرقمي. هذه واضحة دكتور؟ ايوه دكتور واضحه جدا بالنسبه لي. واضحه تمام. بالنسبه للحضور لو في اي حد عنده سؤال، انا قصدي اذا في اسئله لازم يعني لا لانه دخلنا في العمق يعني ديبلي يعني صار الوضع. انا كم وقت ضل معي؟ لا معك الوقت كله. كم صلنا بادين عفوا؟ لا بقالنا ساعه بالضبط. ما شاء الله. طيب ساعه يعني موضوع زي هيك الحضور الكرام يعني قررهم ومحتوى يعني هم قاعدين مستمعين جيدين لحضرتك. طيب اعطيني بس اذا في شيء يعني ممكن اي سؤال قبل ما اكمل، لانه الان راح ندخل في المعايير. كان في سؤال بيسال بيقول لك ان هو الناس اللي هم قبل السكول يعني اللي هو زي الكيجي له معايير او حاجه زي كده قبل الكيجي اللي قبل المساء قبل المدارس. والله ما مر علي الكي جي، ما مر علي. انا اللي عندنا المعايير الموجوده الان عند المنظمات اغلبها من الكي جي ل 12، بعدين عندك الهاير يعني هاي المعايير الموجوده. أنا ممكن يعني ممكن اكون انا ممكن يعني قصدي ان احنا مثلا يعني اوضح حاجه صغيره ان هم بيحطوا في لغايه الكي 12 مثلا بيكونوا حاطين فيه اصلا الكي جي، مش ان هي منفصله زي عندنا، لا هي امبيدد جوه الكواليتي ماترز او الحاجات دي كلها. هل المعايير مترابطه؟ طبعا مترابطه، وهي كل الشغل اصلا هو عباره الاينمنت انسجام بينهم. لا مترابطه ان هي مثلا بين ممكن بين الليفلات المختلفه راح نشوف الان اخي العزيز، بس ندخل على المعايير الان راح نشوف كيف تشتغل. ده سؤال اتعرض يعني مش طيب الان راح معلش بس انا لانه هذا بجوات التفاصيل الان راح اتكلمها، فخليها بس توضح الفكره اكثر شوي بس ندخل ان شاء الله. اوكي دكتور مع حضرتك. طيب الان ندخل على ال ال المعايير. دكتور محمد انا كنت شغال على البادلت بس الان بدي اضطر طبعا لانه ضل معنا نص ساعه، فانا بدي اضطر اتكلم على المعايير بطريقتي افهمهم اياها ماشي الحال. كنت حاب استخدمها بطريقه تفاعليه على البادلت لكن متجاوز المرحله. والله لو حضرتك حابب الوقت ماشي الحال. طيب ماشي الحال. طيب لانه انا راح بتحبوا نستخدم البادلت ما عندي مشكله، حط البادلت ما في مشكله توكل على الله. دقيقة بس علي، دقيقة بس معلش، ابعت الرابط. ابعت الرابط خلاص. دقيقة بس علي معلش. دقيقة.
لو تنزل لي الشاشة بس شوي لو سمحت. دكتور بمعنى محمد، نزل الشاشة دكتور؟ أيوة دكتور. نزل لي الشاشة لأن بدي أدخل على الكروم. لا الشاشة، الشاشة من عند حضرتك. أعمل ستوب شير، شير من عندي. لا دبل كليك، دبل كليك. لحظة، مش هذا يطلع من عندي. طيب دقيقة بس علي. ماشي، اضغط على الرابط. أنا مش حابب أطلع منه التطبيق، مش حابب أطلع منه التطبيق. دقيقة بس عليه، معلش. ولا يهم حضرتك، ما حضرتك. دقيقة بس عليه، معلش. طيب دقيقة بس علينا. بينت عندكم؟ مبين عندي. طيب ممتاز. الآن اللهم صل على سيدنا محمد. الآن بالنسبة لقضية المعايير، طبعا عندنا موجودة، راح نمشي بطريقة تفاعلية. الآن نبدأ في المعيار الأول، نظرة عامة على المقرر. الآن بدنا نبدأ مقرر. توقعاتكم، توقعاتكم كيف لازم يبدأ المقرر قبل ما نحط الأهداف وقبل ما نعمل القيم والتقييم والقياس والمواد التعليمية والأنشطة إلى آخره. في عنا إشارة الزائد نقدر نكتب فيها. يا ريت الكل يشارك. دكتور شيرت الرابط؟ دكتور محمد؟ دكتور؟ دكتور شيرت الرابط، شيرت الرابط. الآن كيف نكتب؟ في عندنا إشارة الزائد. أيوة تمام. أهو الناس دخلت، حضور طيب. دخلوا وشاركوا معانا أهو. الفئة المستهدفة، طيب. بدأت الكتابات، كل واحد أنا بدي تكتبه بس بالأول، بس بنظرة عامة على المقرر، كيف نعمل بداية المقرر؟ طيب مقدمة فعالة، شو عندنا كمان؟ إيش يا جماعة؟ كيف نبدأ المقرر؟ ما حد يحط في المواد التعليمية. دقيقة دقيقة، خليني أمسحهم أنا هذا. إحنا بس بنظرة عامة على المقرر بس. طيب جميل جميل جميل. طيب رمات عن الأهداف إن شاء الله. على تطبيق بادلت، تطبيق رائع جدا، نقدر يعني هو تطبيق تفاعلي. إذا نبدأ. جميل، مقدمة عن المقرر، معلومات عن المقرر، معلومات عن عضو هيئة التدريس، معلومات عن الأهداف، نظام الأنشطة والتقييم. جميل جدا جميل جدا. إذا الآن إحنا أول معيار من معايير الجودة اللي هي نظرة عامة على المقرر، وهي إحنا بنسميها في تصميم المقرر اللي هي عبارة عن الجي بي اس اللي بنتحرك فيه. طبعا النظرة العامة على المقرر لازم يكون فيها كثير من الأمور. أول شغلة لازم يكون عندنا مقدمة عن المقرر، البنية تاعت المقرر كيف بدنا نبنيها، نظام العلامات تاع الطلاب لازم يكون عندنا موجود، نظام العلامات لازم يكون موجود عندنا، مقدمة عن الدكتور أو المقدمة عن الدكتور، المادة اللي بده يعطيها، إيش تخصصاته، متى بيرد على استفسارات الطلاب. هذا كله لازم يكون عندنا في النظرة العامة على المقرر. إذا إحنا قبل ما نبدأ المقرر نبدأ تصميمه، لازم نعمل نجهز المقرر. تجهيز المقرر بدنا نحط مقدمة عنه، بدنا نحط معلومات عن المقرر، بدنا نتكلم عن عضو هيئة التدريس، بدنا نشوف نظام العلامات الموجود كيف موزع، المادة المحتوى تقسيمها كيف مقسم بالنسبة للطلاب، كل أسبوع الطالب إيش المادة اللي راح يعني راح يأخذها. طيب هنا نرجع نشوف شو بعض المعايير اللي عندنا. دقيقة بس. إذا عندنا المعيار الأول، توفير تعليمات واضحة عن كيفية البدء بالمقرر، تمام، وكيفية الوصول لمختلف مكونات المقرر.
إذن عندنا جي بي أس حقيقي في بداية المعيار الأول، إنه كيف نحط تعليمات، كيف الطالب يوصل للمقررات بشكلها بأشكالها المختلفة، نعرف الطلاب بأهداف المقرر، سياسات التواصل في النقاشات الإلكترونية، لازم الدكتور أو الأستاذ الجامعي أو طالب المدرسة يعني المعلم المدرسة لازم يكون حاط للطلاب وسائل التواصل الموجودة اللي لازم يتواصل فيها مع الطلاب، سواء كانت فيسبوك، تويتر إلى آخره. سياسات المؤسسة لازم برضو تكون يعني واضحة في بداية النظرة العامة على المقررات. نحط المتطلبات التقنية للمقرر، شو بيحتاج الطالب كتقنيات للمقرر، مثلا بيحتاج ينزل زوم مثلا، مايكروسوفت تيمز لازم يكون عنده موجود مثلا، الأدوبي ريدر حتى يقرأ البي دي اف. كثير من المشاكل عندنا بتصير بالتعليم من هاي المشاكل، والأفضل كمان حتى وضع روابط لهذه التقنيات، التقنيات هاي ممكن نحط لها الروابط حتى الطالب ما يتغلب. تمام. المتطلبات السابقة للمادة، المتطلبات السابقة للمادة، شو عندنا متطلبات سابقة للمادة؟ وفي طريقة رائعة جدا في قضية المتطلبات السابقة، إذا كان في متطلبات سابقة حتى نتأكد أن الطلاب عارفينها، ممكن نضع روابط للطلاب عن المتطلبات السابقة، فالطالب برضو إذا كرا يراجعها حتى إذا دخل على المقرر يكون الوضع عنده يعني ممتاز جدا. توضيح الحد الأدنى من المهارات التقنية المتوقع أن يمتلكها الطالب لإنهاء المقرر، مثل ما حكينا المهارات التقنية هناك الفرع الأول بالمعايير القصد فيها وضع الروابط لهذه التقنيات، أما هون لازم أن طالبنا يكون مدرب. الآن إحنا عندنا مشكلة، كثير من الطلاب غير مدربين على التقنية، يعني ما بيعرف يستخدم مثلا الزوم أو الميتينج، الميت كيف يستخدمه، تمام، أو الأدوبي ريدر إلى آخره. تعريف المعلم بطريقة احترافية، وأنا بفضل إنه طريقة التعريف تكون عن طريق الفيديو، ما عنده قدرة الأستاذ الجامعي يعمل الفيديو، ممكن يعملها بطريقة البي دي اف أو طريقة الباوربوينت إلى آخره، لكن إحنا بنفضل دائما البداية تكون بالفيديو، لأنه الطالب أقل ما فيها الآن محتاج الجانب الإنساني الهيومن حتى يكون قريب من الطالب. كذلك الطلاب تعريف بأنفسهم، يعني بدنا طلابنا الآن بالتعلم عن بعد، تمام، كثير من الطلاب سجلوا بالجامعات ما شافوا ما بيعرفوا بعض، فلازم يكون عندنا تعريف بالطلاب يعني عن طريق المنتديات وإلى آخره، يعرف الطلاب بعضهم البعض. المعيار الثاني عندنا معيار الأهداف، والأهداف هي طبعا تعتبر هي عبارة عن حجر الأساس في بناء المقرر الرقمي. بعد ما جهزنا الأمور المعلومات المتعلقة في المقرر، بعد ذلك بتيجي عندنا قضية الأهداف، والأهداف هي الأساس التي سيبنى عليها كل شيء قادم بالنسبة لقضية صناعة المقرر الرقمي. طبعا الأهداف وصناعتها، طبعا هذا علم، الآن احنا طبعا في التربية عندنا قضية انه الأهداف لازم تكون أهداف ذكية وإلها طريقة يعني بالتصميم، لذلك يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس، تمام، ولازم تكون الأهداف هاي متسقة مع الأنشطة ومتسقة مع التقييم ومتسقة مع المحتوى ومتسقة مع التقنية الداعمة، وهذا اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو الالاينمنت، أداة الاتساق. ولازم عندنا يكون الهدف مصاغ بطريقة المتعلم، يعني يتوقع من الطالب أو من المتعلم بعد نهاية هذه الوحدة أن، ونبدأ أنه يكون يعني بصياغة من نظر المتعلم وليست من نظر المعلم، تمام. وعندنا برضو تكون الأهداف التعليمية يعني الأهداف الوحدات متسقة مع الأهداف المقررة الرئيسية،
يعني عندنا أهداف مقرر وعندنا أهداف طبعاً أهداف تفصيلية وأهداف إجرائية لازم تكون متسقة مع الأهداف اللي هي الأهداف اللي بيسموها الأهداف العامة اللي جاي من وين من المقرر، ولازم تكون الأهداف عندنا مناسبة للمستوى. يعني عندي طلاب صف، يعني عندي طلاب جامعيين في السنة الأولى غير الطلاب اللي عندنا بالسنة الرابعة، فلازم تكون الأهداف يعني إلها يعني مناسبة لمستوى الفئة العمرية أو المستوى الدراسي. المعيار الثالث التقييم، وقضية التقييم الحقيقة هي مشكلة المشاكل الآن في التعلم الرقمي. دكتور محمد، دكتور محمد، أيوة دكتور. الآن مشكلة المشاكل عندنا في قضية التقييم، مشكلة المشاكل إحنا قد نستطيع أن ندرس، لكن لا، أغلب الجامعات والمدارس وقعت في قضية تقييم الطلاب، صار عندها مشكلة كبيرة جدا. قد تدرس لكن وقت التقييم يصير عندنا مشكلة كبيرة جدا. على العموم هذه قضية التقييم الرقمي والتقييم عن بعد، هذه بدها يعني لا شك أنها لها دوراتها، تقييم التعلم عن بعد، أدوات التقييم وكذا، هذا التقييم يحتاج إلى دورات أخرى، لكن نتكلم على تقييم في داخل المقرر الرقمي. أول شغلي لازم عندنا التقييم يقيس الأهداف اللي حطيناها. لا تحط لي أدوات تقييم ما إلى دخل بالأهداف، ما إلى دخل بالأنشطة، ما إلى دخل بالمحتوى. بدنا ننتبه، سياسة الدرجات لازم تكون واضحة للطلاب. كثير من المشاكل حدثت الآن لعدم وضوح سياسة الدرجات عند الطلاب. الطالب يقول لك أنا ما حكيت لي كيف آلية التقييم. حق الطالب أنه يعرف كيف بده يتقيم، تمام؟ يجب أداة التقييم، أدوات التقييم يجب أن تكون متنوعة وليس أداة واحدة. إحنا ما زلنا نصر الآن على تقييم الطلاب بالاختبارات، مع أنه تقييم الطلاب بالاختبارات في التعلم الرقمي، ترى على فكرة تقييم الاختبارات هو أضعف أنواع التقييم في التعلم الرقمي، فلازم نقيم الطلاب بالأنواع المختلفة، ما بصير نقيم الطلاب بنوع واحد اللي هو قضية الاختبار. في عندنا أنواع أخرى عن طريق البورتفوليو، عن طريق البروجكت، عن طريق إلى أنواع أخرى كثيرة جدا. إعطاء التغذية الراجعة للطلاب للواجبات. التغذية الراجعة في التعلم الإلكتروني من أهم ما يمكن، وأن تكون تغذية راجعة فورية لا تتأخر. التغذية الراجعة يجب أن تكون فورية بالتعلم الرقمي. حق الطالب يعرف أنه أخطأ، يعني إحنا جايين نعلم الآن، إحنا التعلم عندنا من أجل التعلم وليس التعلم من أجل التقييم. ترى التعلم الرقمي هو تعلم من أجل التعلم وليس من أجل تقييم الطلاب. فإذا بدك تعلم الطالب لازم تعمل له التغذية الراجعة، والتغذية الراجعة لابد أن تكون تغذية راجعة يعني سريعة مش متأخرة. المواد التعليمية طبعا بدنا ننتبه إنه عندنا الأهداف الآن وعندنا التقييم وعندنا المواد التعليمية الآن، عندنا الالاينمنت بينها. فالمواد التعليمية لازم تحقق الأهداف، ولازم تكون أي المادة التعليمية يا جماعة، أي شيء بتحط فيديو اشرح عن إيش الفيديو، بتحط ورقة عمل اشرح عن ورقة العمل إيش. هذه مهمة جدا في قضية ضبط الجودة، أن يكون هناك شرح لكل مادة تعليمية وضعت. بعض الفيديوهات اللي رأيتها فيديو مش معروف ليش محطوط أصلاً، نشاط مش معروف ليش محطوط. طيب المادة التعليمية لازم تكون انتراكتيف، تفاعلية، نشطة. حتى الفيديو الآن راح نشوف إنه عندنا أنواع كثير منها، أشار إلى نوع الفيديو التفاعلي، تمام؟ النزاهة الأكاديمية، الفيديو من أين أخذ؟ اخترنا المادة التعليمية، جبناها فيديو، جبناها PDF، أي شيء صنعه المعلم لازم يكون عندنا في المواد شيء اسمه نزاهة أكاديمية. من ترتيب المصادر،
المادة اللي أعطاه اللي عملها الأستاذ توثق، الكتاب الذي أخذ من أين أخذ، ونعلم السياسات هذه لطلابنا. المواد التعليمية تكون جديدة، المادة التعليمية تكون جديدة ما تكون قديمة. وعندنا بعض المواد الموجودة على بعض المنصات مواد كلها قديمة. وين المشاريع؟ وين المعامل الافتراضية؟ المعمل الافتراضي مثلا تفعيله في مواد العلوم مش موجود كله هذا الكلام. فبدنا المادة التعليمية تتصل بالحداثة، تمام؟ وبدنا المادة التعليمية يجب أن تكون متنوعة. المادة التعليمية ما بجي مثلا بحط بس بي دي اف أو بضع باوربوينت، بنوع، ما بحط نوع واحد، لأنه إحنا عندنا الآن التعلم الرقمي كله قائم على الأدابتف. عندي طلاب سمعيين، عندي طلاب بصريين، عندي طلاب حركيين، فلا يجوز أن تقدم المادة بطريقة واحدة. أنشطة المقرر، المعيار العام الخامس عندي كواليتي مترز بتكلم على أنشطة المقرر. إحنا عندنا كم نوع من أنواع التفاعل دكتور؟ أيوة. دكتور محمد؟ أيوة دكتور. أنتوا معي؟ أنا مع حضرتك. طيب إحنا عندنا كم نوع من أنواع التفاعل؟ أنواع التفاعل عندنا ثلاثة. أول شغلة تفاعل الطالب لازم يكون في التعلم الرقمي، لازم يكون عندنا تفاعل الطالب مع المحتوى، وتفاعل الطالب مع الطالب، وتفاعل الطالب مع المعلم، وفي عندنا قصة رابعة دخلت الآن علينا اللي هي تفاعل الطالب مع النظام. أربعة، عندنا أربع أنواع التفاعل: تفاعل الطالب مع المحتوى، وتفاعل الطالب مع الطالب، وتفاعل الطالب مع المعلم، وتفاعل الطالب مع النظام نفسه اللي بنستخدمه. فبدنا الأنشطة تكون مصممة بهذه الطريقة. يعني لا يعقل إنه المادة تكون عبارة عن مادة صماء. لذلك ترى على فكرة إحنا بنسمي المادة الرقمية على نظام إدارة التعلم بيسموها learning object، يعني كائنات رقمية، والكائن أتوقع إنه دائما حي. فلا تضعوا دائما المقرر مقرر جامد. البعض بيحط بس بي دي اف، البعض بس بيحط باوربوينت. لا، وين شغل الطالب؟ طالب مع الطالب وينه؟ مش شغال. الطالب مع المعلم وينه؟ مش شغال. الطالب مع المحتوى وين؟ الطالب مع النظام. الطالب مع النظام طبعا هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي هو بتقيسه اليو اكس. السلام عليكم. تجربة المستخدم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. معلش يا دكتور، دي واحدة يعني، يا ريت يا جماعة لو في حد عاوز يقول سؤال أو يتكلم. خلينا الأخير، أنا ما أضل مع يعني، أنا راح أعرض النموذج يعني إن شاء الله تنفيذ الموضوع حتى أوضح الفكرة أكثر إن شاء الله. شكرا حضرتك. طيب إذا عندنا تكلمنا على أنواع التفاعل، تفاعل الطالب مع الطالب، تفاعل الطالب مع المعلم، تفاعل الطالب مع النظام، وتفاعل الطالب مع المحتوى. النشاط ما يقدم بطريقة واحدة، تمام؟ لازم يقدم بطريقة الأدابتف للطلاب، طالب سمعي، طالب بصري. وهنا لازم ننتبه على قضية كيف نصمم المادة من الأصل. المحتوى أدابتف لازم يكون، والأنشطة لازم تكون أدابتف للطلاب، ليست لنوع واحد من الطلاب. طيب، متطلبات التفاعل، متطلبات التفاعل في المنتديات نوضحها للطلاب. نقول للطالب إذا تفاعلت اليوم كتبت في المنتدى مشاركة لك علامة، إذا شاركت مرتين لك، كل هذا لازم يكون واضح للطلاب. طيب، تقنيات المقرر لازم تدعم الأهداف، لأنه إذا ترى التقنيات المستخدمة ما دعمت الأهداف راح يكون عندنا مشكلة كبيرة، راح ينعمل شيء اسمه كوجنيتيف لود على الطلاب. إحنا الكوجنيتيف لود هذا مشكلة المشاكل في التعلم الرقمي. لا تحط أداة تكنولوجية وهي ما بتدعم الأهداف، ولا بتدعم النشاط، ولا بتدعم التقييم. هذه نقطة كثير مهمة جدا. الأدوات التقنية ليست للتقنية، التقنية عبارة عن تولز بتوصلنا لقضية إنه نعلم الطلاب. طيب، حكينا الأداة نفسها تدعم التعلم النشط، التقنيات النوع فيها. في نقطة رقم أربعة اللي هي قضية سياسة الخصوصية. شو سياسة الخصوصية؟ يعني أنا بدي أدخل الطالب على الفيسبوك،
لازم أعرف شو سياسات الخصوصية في الفيسبوك، أعمل له روابط على تويتر، أفهمه شو سياسة الخصوصية بتويتر، على التليجرام شو سياسة الخصوصية. لازم طلاب الجامعات والطلاب يفهموا هذا الأمر، لأنه في غاية الخطورة، لأنه البعض يعني الآن في صلاحيات، الآن بيدخل مثلا على تويتر، تويتر بيطلب شغلات معينة من اللي بيسجل. فهذه كمان مهمة جدا بقضية التقنيات المقررة. تمام. الآن عندنا دعم المتعلم، دعم المتعلم، الطالب داخل على نظام التعلم لازم يلاقي الدعم سبورت. الآن كثير من المؤسسات للأسف ما عندها قضية الدعم، والدعم عندنا مش بس دعم فني في المقررات الرقمية، عندنا دعم فني. مثلا أنواع الدعم الموجود لازم يأخذ المتعلم، أو شو دعم فني أنظمة إدارة نعم معلش ممكن المعيار السادس يعاد لأن في ناس مش وصل الله هيك تمام. اتكلمت على تقنيات المقرر أنا. خلاصة تقنيات المقرر إنه لازم نختار التقنية المناسبة للأهداف، ما نختار التقنية ذات التقنية. التقنية لا تعلم يا جماعة، هذه نقطة لازم كل عارفها، عمرها ما تقنية علمت إنسان. التقنية عبارة عن وسيلة، طريقة لتحقيق الأهداف. فإذا ما كانت عندك الأهداف، التقنية دعم للأهداف بلا منها. لذلك عندنا شيء الآن في تصميم التعليم بسموه الكوجنيتيف لود. الكوجنيتيف لود هذا الحمل المعرفي، يعني أنا ممكن أختار تقنية غير صحيحة وأعمل مشكلة للطالب، أعمل له حمل جديد عليه. تمام. ركز على قضية لازم يكون عندنا روابط في المقرر لسياسات الخصوصية، سواء متعلق بالفيسبوك، في تويتر، في التليجرام. دكتور لو تكرمت الله يحفظك، احنا في المعيار السادس عندي 4 خانات فقط، الخامس والسادس ما تظهر عندي الله يحفظك. انا بس دكتور بعد اذن حضرتك، احنا بنلتزم بنقطة الحوار ان احنا ما فيش حوار الا بدون يعني عشان ما نطاش المدرب، يبقى في شات الاسئله، ولو في اي حد عاوز يطلب المايك يطلب المايك. ماشي مش مشكله. طيب ماشي، عشان بس احنا كنا التزمنا قبل كده. طيب انا هذا بالنسبه لتقنيات المقرر، يعني تقريبا الوضع. في عندنا دعم المتعلم، حكينا انه كثير من المؤسسات تغفل هذا الجانب. دعم المتعلم، دعم المتعلم اللي هو سبورت، يعني ممكن نعمل عندنا ليرنينج مانجمنت سيستم، يكون عندنا منصه تعليم، لكن بده الطالب بده دعم. الان اول نوع من انواع الدعم دعم الفني، انظمه اداره التعلم الليرنينج مانجمنت سيستم، بلاك بورد، موديل بدك اياه. الان صار عند الطالب مشكله باليوزر، لازم يكون عندنا خط ساخن على طول مباشره، الطالب السبورت تتحرك معاه. وصار عندنا في بعض الجامعات مشاكل في قضيه الاختبارات، وقت الاختبار وقعت المشكله، فعندنا الدعم الفني يا جماعه. تمام. لازم يكون واضح للطلاب وين بدهم يتحركوا، وين التلفونات اللي بدهم يتكلموا عنها، الروابط الموجوده. عندنا الدعم ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه لازم يكون لهم يعني تلفوناتهم وروابط الخاصه فيهم. وللمصداقية، أكثر فئة عنا ضاعت في التعلم الرقمي اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة. ما ندر ما تلاقي المؤسسات اللي اشتغلت مع هذه الفئة للأسف الشديد، ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك راح نلاقي إنه هذا البند بيحجب الخدمة عن الجودة. دكتور محمد معي؟ ايوه دكتور مع حضرتك. ذوي الاحتياجات الخاصه ضاعوا هذول في التعلم الرقمي وفي المقررات الرقميه. الدكتور اللي بيدرس مقرر رقمي وين راح الطالب اللي عنده مشكله؟ هو انا ممكن اقول حاجه جدا، ان هي في توجهات في الوطن العربي لصياغه معايير الاكسسبيليتي للمنفعات الخاصه، والعمل حاجه خاصه بالنسبه لهم. ان شاء الله هترى النور قريبا باذن الله عز وجل. دي حاجه كده من بوادر المبادرات العربيه، ان شاء الله عليها باع كبير قوي ان شاء الله على مستوى المعرفه. في عندنا هذا جانب الاحتياجات الخاصه يا جماعه بدنا نركز عليه، وهذا الحقيقه من الامور المهمه جدا بقضيه اي مقرر رقمي نركز عليه. الجانب الاكاديمي تاع الطالب، قضيه التسجيل، وين يسجل،
قضية المكتبة الرقمية المرتبطة بقضية الموديل أو بالبلاك بورد، كيف يتعامل معها الطالب، كيف يكتب بحث، تمام؟ هذه كلها عندنا واحد واثنين وثلاثة عبارة عن معايير أساسية، غيابها يحجب الخدمة في منظمة كل التيمترز عن المقرر. يقول لك حسن. عندنا الخدمات الطلابية، سواء نوادي طلابية، سواء متعلقة بقضية دليل الطالب، بعض الجامعات عندها دليل الطالب إلى آخره، يعني برضو هذه لازم تكون موجودة وإلى روابط عند الطلاب. آخر معيار عندنا إمكانية الوصول صورة الاستخدام، وهذا يعني حقيقة هو معيار رقم 8 صحيح، لكن صدقوني إنه من أهم المعايير، صدقوني أنه من أهم المعايير هذا المعيار اللي هو إمكانية الوصول وصورة الاستخدام. شو معنات إمكانية الوصول وصورة الاستخدام؟ أنه سهولة التصفح المقرر الرقمي، سهولة التصفح المقرر الرقمي والتنقل فيه والتفاعل مع الأنشطة. يعني هل المقرر اللي احنا صممناه أول شغلة يعني متدرج في اتساق اللي بيتحرك من درجة لدرجة؟ يعني أنا قبل أسبوع دخلنا على مقرر من المقررات وجدت أن الأهداف موجودة في البند رقم 5. طبعا الأهداف لازم تكون واحد، تمام؟ إذن هل قوائم التنقل عندنا بتدعم سهولة الاستخدام؟ بنتحرك إحنا واحدة وراء واحدة وراء واحدة، عندنا الأهداف، بعدين عندنا التقييم، بعدين عندنا النشاط، بعدين إلى آخره. هذه نقطة مهمة جدا اللي هي تسهل الاستخدام. هل عندنا الطالب لما يدخل بيلاقي المقرر سهل ولا صعب عليه؟ هل الملفات مرتبة؟ هل طريقة التفاعل مع النشاط سهلة ولا صعبة؟ لذلك عندنا الآن نماذج كثيرة في التصميم، طبعا بالتصميم الرقمي اللي هي UDL، UDL اللي هو بيسميه التصميم الشامل، تصميم الشامل اللي هو بحل مشكلة الأدابتيف ليرنينج. وهذا نموذج التصميم أنا بنصح يكون عليه دورات والله. ليش؟ لأنه هو هاي الطريقة اللي بينبع عنها. إذا صممت المقرر بطريقة UDL راح يكون عندك المقرر مصمم بطريقة أدابتيف يتناسب مع كل متعلمين. طبعا هو ثلاث حروف UDL، فكرته إيش باختصار؟ وهذا بتصميم التعليم. طبعا يعني نماذج كثيرة بتصميم التعليم، الآدي الكل بيعرفوا الأشهر إلى آخره. UDL فكرته قائمة على ثلاث شغلات. أول شغلة إنه لا يصمم المقرر بطريقة واحدة بأنماط متعددة، يجب أن يصمم المقرر بأنماط متعددة. رقم 2، يجب أن يعبر الطلاب بطرق مختلفة. معي انتوا يا جماعة؟ إذن أول شغلة المحتوى ما يقدم بطريقة واحدة، ما أحد يعمل لي بس فيديوهات. القصة الثانية، يجب أن يعبر الطلاب بطرق مختلفة. ما بيصير أنا أجي بس أخلي الطالب يعبر بالشات، خطأ. لا، بعمل له صوت، بعمل له يقدم فيديو، خليه يعمل مشروع. النقطة الثالثة، ألا نعمل طريقة واحدة بتحفيز الطلاب. ما فيش طريقة واحدة، كل طالب ترى بتحفز بطريقة معينة. وهذه برضو بدها تصميم، هذه بدها دورة بطرق التصميم. دكتور محمد، دكتور، يا دكتور. أيوة دكتور. سجل عندك UDL، ممكن نصمم مقرر. أنا كتبتها عندي عشان نحن نتكلم مع بعض إن شاء الله. إمكانية الوصول لسهولة الاستخدام، مقرر مخربط، لا هو مرتب، PDF مش واضح وين، الهدف مش مرتبط بالنشاط، راح يكون عندنا مشكلة كبيرة جدا. طيب، في عندنا كمان نقطة، لاحظوا الصورة اللي تحت. الآن عندنا إحنا دائما الفيديو، هذه طبعا من الشروط الان في هذا، انه بيقول لك لازم توفر وسائل بديله للوصول للمحتوى. فاذا كانت وسائل متعدده، يعني اذا كان فيديو تعمل له ترجمه بالاسفل، لانه انا بدي افطر الطالب مش سامع، بدي اشوف. طبعا في تطبيقات داعمه هذا الموضوع، انه حط الفيديو
مترجم. طبعا الان عندنا بعض التطبيقات تدعم اللغه العربيه، حلو، هذا هو الاحتياجات الخاصه اللي نشتغل معهم. الان عندنا اذا كان صوت بدنا نضطر نحط النص، النص نفسه، النص يكون مكتوب للطلاب. طبعا هذا كله الان مثل ما حكينا هو علم قائم، اللي هو تجربه المستخدم، تصميم تجربه المستخدم. هل الطالب لما يدخل كم بيقعد في المقرر؟ هذا بنحسب عندنا بانظمه اداره التعلم اللي هو نظام التتبع. الفيديو كم قاعد فيه الطالب؟ البي دي اف كم استمتع فيه الطالب؟ بدنا نعرف هذا الكلام، لازم نعرف الطالب لما فتح البي دي اف هذا هرب منه مباشره ولا ضل فيه؟ الفيديو كيف تفاعل معاه؟ تمام؟ الفيديو هذا ابو الربع ساعه والثلث ساعه لازم نقطعه، هاي سهوله الاستخدام، لا تحط لي فيديو مدته ساعه. البعض بحط المحاضره كامله للطلاب ما ابي قطعها. تمام؟ هاي تقريبا يعني الملخص تاعنا. لذلك اليوزابيلتي هذا مهم جدا يا جماعه. صدقوا انه هذه انا بعتبره كل المعايير مهمه، لكن والله لازم يكون تركيز بهذا المكان. كيف نصنع مقرر رقميا وفق معايير الجوده؟ طبعا هذا له انوتيشن وله تفاصيل. انا الان ما بقدر اتكلم بالتفاصيل كلها، الوقت كثير عندي ضيق وكل واحد بدا دوره. اذا بدنا نكون مصممين رقميين وفق معايير الجوده بدنا نصمم مقرر رقمي بهذه الطريقه، ونبدا بكل معيار تنعمل له دوره، وبعد ذلك نبدا نصمم مقرراتنا بهذه الطريقه. الآن عندنا رحلة في مقرر رقمي وفق معايير الجودة، شو رأيكم؟ عندنا صورة واضحة دكتور؟ دكتور؟ أيوة دكتور أشرف. شو رأيك؟ مين المصمم الرقمي؟ اللي بيقود ولا الراكب؟ لا اللي بيقود. اللي جنبه إيش بيسوي؟ هو ده الطالب المستقبل، كل الحاجات دي كلها. جميل جميل. طيب عندنا الآن بدي أعمل شير. اوكي دقيقة بس علي بالله. مع حضرتك. هذا مشكلته، لازم نطلع منه. تمام. لازم نطلع منه. اشير اللينك دلوقتي. بدي اطلع منه، بدي اطلع منه ضروري، انا مش عارف مش شغال عندي هذا. اطلع لي منه بالله. وقف شير. ستوب شير. وقف الشير، اوكي. ستوب شير، اوكي. معلش دقيقة بالله. مع حضرتك. ان شاء الله يا دكتور باذن الله كل المعايير اللي حضرتك طرحتها دي في توجه ممكن نعمل مع حضرتك من ورش عمل. ولو الحضور الكرام اللي موجودين هنا النهارده ان شاء الله حابين ان احنا نعملها سلسله ويكملوا ويكونوا حاضرين، ممكن ان شاء الله لو عندنا مثلا اربع ورش مع بعض في نفس المجال ونفس الفكره دي، انا ممكن اوفر لكم شهادات تبقى مجانيه من منظمه ايمرج افريكا. بس الفكره لازم أن يكون عندنا انشطه واكتيفيتي هنعملها مع بعض. دكتور محمد. طبعا الشير واضح الان. الشير واضح استاذي دكتور. الشير واضح. الشير واضح. طيب الان هذه هاي ماده تربيه اسلاميه صف 10 في المملكه الاردنيه الهاشميه، قمنا بتصميمها على قضيه معايير كواليتي ماترز. طبعا راح تشوفوا انه المعايير طبقت وحكمت يعني بطريقه يعني جيده جدا. راح نشوف كيف المقرر بدا، كيف ختم، كيف الماده تفاعليا حطت للطلاب. طبعا هذا لطلاب المدارس، في نماذج ثانيه عندنا طبعا للجامعات. انا حبيت اطرح الموضوع. شوفوا انا مثلا عندنا ببدا هنا كيف بدا المقرر، ما بدا طبعا مباشره للطلاب، ما بدا مباشره، ما بداش احنا المقرر مباشره هنا مثلا. هنشوف بالله كيف. طبعا هذا محزم سكورم
عندنا حزم سكون دقيقة بس علي. طبعا هنا في عندنا شوف المقرر كيف بيبدأ، يعني بيبدأ بالترحيب للطلاب. كيف أبدأ في المقرر للطالب؟ تمام. التواصل مع أستاذ المقرر كيف يروح كيف يتحرك؟ عندنا نبدأ عن المقرر هون مثلا، يتواصل مع مين في المقرر إلى آخره، عدد الحصص إلى آخره. واضح الشير يا دكتور؟ دكتور الشير واضح، الشير واضح يا دكتور. طيب تمام. النت شوي عنا. جولة في المقرر عنا. عنا سياسات المقرر. طبعا هذه كل البنود تاعت الكواليتي ماترز اللي كنت اتكلم عنها قبل شوي كلها مطبقة عنا. هاي تطبيق عملي إلها، تقريبا سيرة ذاتية للمعلم مثلا رئيسية. معايير النزاهة الأكاديمية لازم تكون موجودة للطلاب. قواعد السلوك عبر الإنترنت، إيش المحتوى المطلوب، إيش المحتوى اللي لازم الطالب يبعد عنه. بنرجع مرة ثانية هنا، المصادر والمراجع اللي حكينا عنها وتوثيقها. هو الشاشة متوقفة تقريبا، متوقفة عند المعلومات متوقفة. طيب الآن هيك في شير؟ لا، هو في شير التربية الإسلامية واللي هو تعرف على المساق. يبدأ هون تعرف على المساق. طيب أنا خلينا معنا عيد الشير. تمام. أنا أقول لحضرتك على فكرة، إحنا النشاط الرابط عند الناس كلها دلوقتي هو موجود معهم، وهو ده يعتبر محتاج باسورد ويوزر نيم ولا مفتوح يا دكتورنا؟ أي بالنسبة للمقرر؟ المقرر بعطيهم أنا اليوزر نيم والباسورد، ما في مشكلة عندي. طيب تمام. بعت لك اياها تتفرجوا. ما في مشكله. الان انا عندي بس دقيقه دكتوري. لا مع حضرتك، انا بس بقترح اقتراح ان ده يكون زي نشاط ويتعمل لا. حاجه عشان نكمل بقيه المرحله الان بعدها. انا عندي في اقتراح كمان لهم ان شاء الله راح يعجبك باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. طيب اذا هنا نيو شير، هي المقرر، هي انا بدي اشيره مره ثانيه. واضح هيك يا دكتور؟ واضح. دلوقتي الصفحة اللي هي موجودة اللي هي بتاعت حضرتك، ترحيب، كيف أبدأ، متطلبات تقنية، نبدأ عن المقرر، جولة. صحيح. هاي هون الآن هذه البنود اللي كنا نتكلم عليها بقضية هذا. خلينا نعمل هون حركة دقيقة علي بس. مع حضرتك. أنا كنا طلعت منه دقيقة. ما بعرف الشير واضح هيك ولا مش واضح؟ حاليا ما فيش شير. طيب الان هاي الشير مره ثانيه، معلش. هيك واضح؟ الشير دلوقتي اشتغل. يعني شوف هون الان كيف الماده بتتقسم. طبعا احنا هون مثلا ما بدانا المقرر مباشره، عملنا تشويقه للطلاب. قصه في عمار بوقس هذا يعني من الطلاب المميزين، عنده شلل كامل ورغم هيك كان متميز يعني في جامعه احد الجامعات السعوديه. التعريف الطلاب بانفسهم عن طريق المنتدى. هنا مثلا نشوف النتاجات التعليمية العامة لوحدة السيرة. خلينا نشوفها كيف معمولة. يعني بطريقة جذابة للطلاب، إنه الطالب هاي النتاجات طبعا لازم تكون يعني واضحة أمام الطالب. شوف بعض الأفكار. هذا هنا مثلا نشاط تشاركي للطلاب. شوف كيف. فيديو تفاعل. واضح في الشير واضح يا دكتور؟ الشير واضح والفيديو تفاعلي واضح. شايفين كيف يعني الان عندنا احنا الان بنشتغل بتفاعل مع الطلاب، طالبنا نشط بيتحرك. هون النشاط هذا مطلوب من كل طالب يختار نقطه من النقاط هاي. تمام. طبعا هي كل واحده لها نقطه. تمام. كل واحده لها نشاط. الطالب بيدخل على الرابط بيلخص اللي فهمه وبيشارك الطلاب الاخرين وين في المنتدى. هاي من الافكار برضه يعني الموجودة عندنا. طبعا هذه لعبة للطلاب، طبعا تغيير الأجواء. الانفوغرافيك برضو عندنا موجود حاضر، الانفوغرافيك ملخص الفكرة الأسبوعية. شوف عندنا هون طريقة تقييم الطلاب ليست واحدة، هون اشتغلنا على الفيديو على البادلت. دكتور محمد واضح؟
واضح يا دكتور. شوف الطالب هنا مطلوب منه نشاط آخر. أعطيناه سؤال وبيعبر عنه بالفيديو. طبعا هذه أفكار رائعة جدا إذا طبقت مع الطلاب وتفاعل الطلاب راح تشوفوا شيء آخر، طبعا بالإضافة لقضية الواجبات وغيرها إلى آخره. طبعا الأنشطة كثيرة جدا مثل ما حكيت، إحنا حاولنا طبعا هذا المقرر طبق على حسب معايير الجودة الكواليتي مترز. طيب خلينا نعمل ستوب شير ونرجع ل شو هل تعتقد أنه يمكن تطبيق معايير جودة تصميم مقررات رقمية في جامعتنا؟ هذا سؤال لكم. الشير واضح دكتور؟ لا احنا لسه ما فتحناش الشير، حضرتك ما فتحتوش. لا بس طيب دقيقة بس علي. طيب احنا حضرتك تعتبر اخر سلايد تقريبا. خلاص اخر سلايد خلصت. طب ممكن هقول لحضرتك حاجة، ان احنا ممكن نفتح المايكات للأعضاء الكرام، بس تعطيني دقيقة. دقيقة مع حضرتك بس، المايك يكون مفتوح لكل الحضور دقيقة بس علي. بس دقيقة علي دكتوري، دقيقة بس علي. مع حضرتك بس دقيقة هنا لأني خلصت. الآن الشير واضح؟ النشاط هو موجود معنا ومشاركة. هل تعتقد أن يمكن تطبيق معايير الجودة للتصميم المقررات في جامعتنا؟ سؤال لكم، جاوبوا. تمام. الآن I can help you if you decide to do any digital courses. أنا جاهز. أي واحد عنده أي مقرر رقمي حاب يعني نساعده بقضية المعايير يتواصل معي على الإيميل أو يتواصل مع الدكتور محمد، أنا ما عندي مشكلة في هذا الموضوع. شكراً لكم، طولت عليكم كثير، عارف يعني الموضوع جزء منه نظري حقيقة، والجزء النظري دائماً مرهق في الدورات. إحنا العادي هذه بنأخذ المعيار ونطبقه مباشرة على المقرر حتى يكون عملي. آسف جداً إذا طولت عليكم اليوم، وشكراً لحسن الاستماع ويعني الصبر الكبير في هذه الدورة. شكراً دكتور محمد، يعطيك العافية. أنا جاهز لأي سؤال. أنا في البداية بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير لكل حضرتك ولكل الحضور الكرام، وبشكركم جداً على وجودكم معنا في ورشة جميلة جداً من ورش تخصص اللي أنا يعني أنا بحبه جداً، اللي هو ضمان جودة التعليم الإلكتروني، واللي إحنا مفتقدينه جداً. ممكن إحنا بنشتغل بطريقة باي سنس، بس هي الفكرة كلها إن كل علم له قواعده، فعشان ندرس الحاجة لازم نكون واخدينها من أماكنها الصح. بشكر لحضرتك يا دكتور جلال على إنك فتحت الباب لينا إن إحنا نتعلم. ده إنت فتحت الباب ودخلت رجلينا جوه عشان نقدر نكمل، لسه المشوار طويل والمشوار كبير، لان انا اصلا بدرس المعايير دلوقتي، فالموضوع انا عارف ان هو حاجه شيقه جدا وحلوه جدا. انا بقرر بس اعتذاري لكل الحضور اللي كانوا فتحوا المايكات. يا جماعه احنا كان في اتفقنا مع الدكتور جلال في الاول ان احنا المايكات ما تفتحش الا في نهايه الورشه، بحيث ان احنا ما نعملش قطع لحبل الافكار، وبحيث ان احنا ما نشتتش كل الناس. ياريت كل الحضور اللي عاوزين يتكلموا او عاوزين يرفعوا يعني يسألوا اسئلة، ياريت بعد اذن حضرتكم يرفع ايده وانا هفتح له المايك على طول باذن الله. معانا اول واحد كان دكتور سلمان المالكي. اتفضل دكتور سلمان مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير بتوقيت المملكة العربية السعودية. شكرا سعادة الدكتور جلال، شكرا سعادة الدكتور محمد، شكرا الحضور الكريم. يعني محاضرة جدا جميلة ورائعة، واستفدنا منها الكثير. قدم فيها الدكتور يعني أشياء جميلة جدا وتعلمنا منها الكثير، الله يجزاه خير. أنا سؤالي يا دكتور بالنسبة للتحزيم وفقا لمعايير سكور، هي أصبحت إلكترونية يعني ديجيتال الآن، يعني ما في تدخل لي أنا فيها، هل هنالك يعني معايير يا دكتور، يعني المعايير أنت ذكرتها، لكن ممكن يكون عندي تشيك ليست أنا أمشي عليها ويحزم لي على طول البرنامج، ولا أنا أصمم البرنامج وفقاً لهذه المعايير والبرنامج يحزم بنفسه؟ لأنه تقريباً أعتقد كان في تحزيم يدوي، الآن أصبح التحزيم إلكتروني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور، Quality Matters هذه يعني جداً رائعة، ما أدري هل في نسخة مترجمة للمعايير، أعتقد 42 معيار، هل في نسخة مترجمة لهذه المعايير؟ بالنسبة للمعايير اللي موجودة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، أنا ممكن أزود فيها الزملاء ملف PDF.
وشكرا يعني مرة ثانية وثالثة وعاشرة لهذه الجهود المميزة. شكرا دكتور. يعطيك العافية. شكرا على حضورك معنا. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني أنا طرحت معايير الجودة المتعلقة بالأمر التقني، لأنه هي الآن معايير سكور ليست نوعا واحدا، في معايير كثيرة. إحنا دكتورنا اللي بهمنا نقطة واحدة، الآن مثل ما حكيت التحزيم اليدوي هذا يعني ما عاد موجود، لكن بهمنا هل الأنظمة تدعم سكور ما لما تدعم سكور؟ هاي نقطة مهمة جدا. هل النظام يدعم سكور ولا يدعم سكور؟ الآن في البعض ممكن يصمم المقرر الرقمي يتفاجأ بعد ذلك إنه هذا المقرر مش داعم سكور، وصار عندنا مشاكل كثيرة في المقررات، بالذات يعني بعض المدارس اللي استخدمت مثلا الكلاس روم. الكلاس روم مثلا ما بيدعم معايير سكور، في عندنا أودمودو ما بيدعم معايير سكور، فهذه نقطة إحنا بدنا ننتبه لها. القضية الثانية بالنسبة لقضية المعايير المترجمة، نعم يوجد معايير مترجمة، وأنا ممكن أزودكم فيها باللغة العربية، وفي عندنا بعض الجامعات السعودية مشكورة ترجمت المعايير المتعلقة بالهيئر. طبعاً أنا قمت بترجمة المعايير المتعلقة من الكيج الـ 12، يعني أنا أول شخص بترجم من الكيج الـ 12 في الرسالة، وممكن أزودكم برضو بنسخة يعني بنسخة المترجمة على الطرفين. وهذا اللي ينقصنا يا دكتور حقيقة، أن الكيتولف هي اللي تنقصنا. الهاير إيديوكيشن موجودة في التعليم الإلكتروني في المملكة في المركز الوطني. دكتور سلمان، وأنا يعني هي أول رسالة دكتوراه كانت عندنا على مستوى الوطن العربي، تبارك الله، كواليتي ماترز بالنسبة لقضية من الكيج الـ 12، لأنه كل الدراسات عندنا والأبحاث اللي تمت على الهاير، لأنتوا بتعرفوا التعلم عن بعد أصلاً هو للكبار، ترى تعلم عن بعد ديستنس ليرنينج هو كل الكبار، الآن تنزيله للفئة العمرية الصغرى هذا يعني بده شغل آخر ترى. صحيح. النقطة الثالثة طبعاً المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الحقيقة أبدع بالمعايير، واستفاد من معايير كواليتي ماترز، واستفاد من معايير الـ OLC، وأنا بدخل أنا بنصح الجميع كل المشاركين يدخلوا يتفرجوا على المعايير، وأنا لدي نسخة طبعاً نسخ باللغة كلها باللغة العربية موجودة، استفادوا من معايير الـ OLC، استفادوا من معايير الكواليتي ماترز، وطلعوا معايير من أروع ما يمكن في الأمور الثلاثة المتعلقة في الطلاب من الكيج الـ 12 وبالتعليم العام وبقضية التعليم الإلكتروني للهيئر وبرضه للتدريب، وأنا مطلع جيد على قضية المعايير، وهي حقيقة بسيطة ورائعة جدا ومتدرجة فائدة كثيرة جدا. شكرا دكتور سلمان، وشكرا لحضرتك دكتور جلال. شكرا شكرا. في نقطة صغيرة دكتور سلمان، وعدنا ان هو ممكن يبعث ماتريال، انا هسيب لحضرتك الميل الشخصي والتليفون كمان الشخصي، بحيث ان حضرتك نتواصل مع بعض واخد من حضرتك ماتريال. دي اول نقطة. ثاني نقطة اللي الله يبارك حضرتك، وكمان في بعض حضور الكرام كانوا قاعدين بيقولوا فين الماتريال دي، فالماتريال دي ان شاء الله دكتور جلال هيبعتها لي باذن الله، مجرد ما بعتها لي هبعتها لحضراتكم باذن الله عز وجل. تاني حد الدكتور يسري، اتفضل دكتور يسري. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه استفدنا كتير. انا اول مره، انا كل مره اسجل معاكم، ولكن كان لي الشرف ان انا احضر المرات دي المحاضره كلها. الحقيقه استفدنا كتير جدا جدا، وفي ظل التغيرات الرقمية والتحول الرقمي لابد ان احنا فعلا ندرس معايير جودة المقررات، تصميم المقررات الإلكترونية، والحقيقة نستفاد منها في التعليم العالي زي ما حضرتك تفضلت. هو لو بتدينا نبذة عن المنظمات المسؤولة عن تقييم جودة المقررات، تصميم المقررات الإلكترونية، إذا ما تم التقدم لاعتمادها دوليا أو التقدم لاعتمادها من منظمات سواء داخل القطر العربي. دكتور محمد، شكرا دكتور يسري، أهلا وسهلا فيك. طبعا هذه منظمة الإميرج أفريكا منظمة مميزة، والحقيقة كل محاضراتها من أروع ما يمكن. ودكتور محمد طبعا يعني هو نوارة المنظمة أصلا يعني. لا 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 لا، بعد ما عندكم يا دكتور. الله يحييك.
دكتور يسري، الآن بالنسبة لقضية المنظمات، أنا إذا حضرت معنا من البداية أنا تكلمت إنه المعايير عندنا ليست معايير واحدة، عندنا معايير في التصميم المقررات، عندنا معايير أخرى في الديليفري لتدريس المقررات، وفي عندنا معايير أخرى للمؤسسة نفسها، مؤسسة نفسها كيف تعمل لنظام جودي كامل. الآن في عندنا منظمات زي كواليتي ماترز المقرر بعد ما تدرس الروبريك، في طريقتين للتقييم. التقييم الأول أنتم كأعضاء هي التدريس بتعملوا، طبعاً بيكون إلها طريقة معينة، هم ثلاثة بيقيموا الفرع الواحد. بعد هيك بترسلوا المقرر، بتدخل على الموقع المنظمة بتتراسلوا معهم، هم بيشكلوا طبعاً لجنة برضو من ثلاث بيقيموا المقرر، بيأخذ اعتماد وبيعطوكم شهادة، يعطوكم شهادة إنه هذا المقرر أصبح تمام؟ تمام. حتى الجيميفيكيشن يعني صاروا يعطوا زي تاج ويعطوا أشكال رائعة جدا للمنظمة أو للجامعة اللي يعني بتأخذ يعني بالكواليتي في الكورسز. طبعا كل منظمة لها طريقتها. الآن أنا مجرد ما بعثت لكم الروابط تاعت المؤسسات، إن شاء الله راح أبعث كل المؤسسات من على البلاك بورد، أبعت لكم كل المعايير موجودة عندي. وأنا يعني الحقيقة في رسالة الدكتوراه قارنت بين أكثر من 20 مؤسسة في التعلم الرقمي في معايير الجودة، قارنت أكثر من 20 مؤسسة، كل مؤسسة كيف تشتغل، كيف طريقتها، إيش معايير جودتها، إيش الفروق بين هذا. طبعا هذا في رسالة الدكتوراه، ممكن أبعث لكم إياها برضو رسالة الدكتوراه إذا بدكم تشوفوها. مشكورا لحضرتك يا ريت والله لو كنت كرمت على الرسالة، لأن قارنت بين الأنظمة هذه يعني كيف طريقتها وكيف تم التطبيق للمعايير. شكرا. شكرا لحضرتك دكتور يسري. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. احنا يعني ماتيريال. تفضل دكتور يسري تحت امرك. الماتيريال معليك اللي هي خاصه بال الماتيريال الخاصه بمحاضره اليوم. حاضر حاضر. هو في الاخر بس في شويه حاجات كده، معلش خلونا الاخر ورش ان شاء الله، في حاجه هنقولها وهقول كل حاجه باذن الله عز وجل. بالنسبه للاخر سؤال هناخده هو الدكتور حسام، بعد كده ننتقل بقى لنهايه الورشه ان شاء الله. دكتور حسام مع حضرتك اتفضل، المايك مع حضرتك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. يعطيك العافيه على الشغل الجميل ده، ربنا يجزيك يا رب. هو كان سؤال بسيط لدكتور جلال، هو قال طبعا انا مش فاهم الحته دي، منصات لا تدعم معايير سكور مثلا زي مودو وغيره، هل ده بيأثر على مقرر؟ يعني لازم المقرر يكون وفق معايير سكور ولا لا؟ مش عارف. طيب دكتور يعطيك العافيه وشكرا لك. شكرا يا دكتور على الجهد الكبير بتاع حضرتك، الله يرضيك كل خير يا رب. انا بتمنى انكم ما مليت والله، لانه عارف الاطار النظري هذا دائما مرهق، فانا كنت خايف قبل الدوره احنا ما مندرب هالطريقه حقيقه، بناخذ المعيار ومنطبقه وبنشتغل عليه وبنخلي الكل ينبسط. فانا يعني الحمد لله انكم تحملتونا اليوم في هالدوره. نقطه سكور اخي العزيز خطيره جدا ومهمه جدا ولازم نفهمها. الان احنا اذا صممنا المقرر وبدنا ننقله من سنه لسنه ومن نظام لنظام، كيف راح نعمل؟ عفوا انت من اي جامعه؟ انا دوله الكويت. دوله الكويت ما شاء الله، في اي جامعه ولا في مدرسه؟ لا لجامعه المنصوره اصلا. جامعة منصورة، والنعم بالله. الله يحفظك. حالك يديك الصحة. الآن أعطيك مثال. الآن نفرض إنه إحنا عملنا مقرر رقمي وما حزمنا، شفنا النظام هذا ما بيدعم سكور. الآن أجت المؤسسة غيرت النظام، كيف بدك تعمل في المحتوى اللي أنت صممته؟ إذا هي ما بتدعم سكور ومش محزم سكور، يجب عليك إعادة المادة. لذلك الآن سكور بوفر مال علينا وجهد يا جماعة، يعني بوفر عليك فلوس وجهد، مين بدي يعيد المادة كلها لما يكون عندك ثلاث أربع مواد؟ الآن كيف بدك تعيد المادة؟ إحنا الآن لما يدعم سكور عندنا في الموديل، مثلا قبل شوي وريتكم أنا كيف حزمت سكور الارتوكيليت، الارتوكيليت حزمته سكور. أنا تعرف إيش معناه هذا؟ بكبسة زر رجع المادة، رجعت المادة كلها عندك. تمام صح يا دكتور. هذا مكلف جدا ترى، لما تكون المؤسسات دافعه مبالغ كبيره في التصميم وبدها تنقل من نظام لنظام، اذا ما كان محزم سكور راح يعمل مشكله كبيره جدا. فبدنا نفهم المصطلحات، احنا تكنولوجيا التعليم، فلازم نكون عارفين ايش معنى سكور. طبعا سكور
إله فيرجنات ترى مش فيرجن واحد. وبدي أعطيكم كمان شغلة حلوة عن سكورم. سكورم بيخدم بقضية تتبع الطالب للمحتوى. يعني أنت الآن كيف إحنا عندنا معايير بعض المنظمات بتشترط إنه لازم يكون في تتبع للمتعلم. تتبع للمتعلم. الآن كواليتي ماترز مش موجود عنده هذا الكلام. لكن في بعض المؤسسات بتشترط إنه يكون تتبع للمتعلم. تتبع للمتعلم إذا ما كان محزم سكورم بالغالب عندك صعوبة إنك تتعلم. شو تتبع المتعلم؟ تتبع المتعلم إن أشوف وين أتحرك في المقرر. البي دي أف هذا كم قاعد قدامه؟ مثلاً 5 ثواني. معناها عندي مشكلة أنا بالبي دي أف هذا. بعيد تصميمه. الفيديوز الطالب مدة ربع ساعة شاف منه دقيقة. فنظام سكورم حقيقة نظام رائع جداً. ترى سكورم لهم موقع رائع جداً ممكن نعمل فيه دورة ترى. إذا بدكم. ربنا يحفظك دكتور يا رب جزاك الله خير. احنا بدنا يا دكتور ان شاء الله سكورم هذا راح تكيفوا عليه لانه في افكار من اروع ما يمكن جميل جدا يعني وفي افكار رائعه جدا في التعليم واحنا محتاجينه كثير في انظمه اداره التعلم. فكره تجربه المستخدم يا دكتور محمد تجربه المستخدم في انظمه اداره التعلم لازم يكون موجود. جيبوا لكم مختص انا سيبكم مني في اختصاصات في القصص هاي. تجربه المستخدم الان من الامور اللي طلعت ومهمه جدا سهولة الاستخدام وغيرها من أروع ما يمكن. مواضيع جديدة كلها في تكنولوجيا التعليم. بتمنى إني كنت أجبت على الدكتور وصلت الفكرة. ربنا يجزيك كل خير يا رب ممتاز دكتور. إن شاء الله يحفظك يا رب. استفدنا منك كثير جدا يا رب. الله يسعدك يا رب. إذا في شيء آخر أنا يعني هيك أنهيت وإن شاء الله يكون وأنه إن شاء الله يكون الوضع يعني واضح بإذن الله. شكرا على دكتور جلال شكرا دكتور حسام منصورة وأهل المنصورة كمان يعني عشان أنا المنصورة برضو يعني أنا بتوجه بخلص شكر وتقدير الله يبارك في حضرتك. أنا بتوجه بخلص شكر وتقدير للدكتور جلال وبتوجه بخلص شكر وتقدير لكل الحضور الكرام معنا. النقطة الأساسية اللي أنا عاوز أقولها في نهاية الورشة إن أنا بستأذن دكتور جلال إن شاء الله ممكن نعمل سلسلة من الورش المتخصصة في مجال ضمان جودة التعليم الإلكتروني وهنعملها كده بس إن شاء الله الورش دي هتبقى مستمرة 3-4 ورشات بس على حسب المواعيد اللي هي تناسب الدكتور جلال. واللي هيحضر معانا الاربع ورش او الخمس ورش اللي احنا متفق مع الدكتور جلال عليهم هيبقى ان شاء الله في ورش في شهاده معتمده من منظمه ايمرج افريكا بحيث ان هو هيحضر معانا الورش دي وعشان اقدر اعرف الناس اللي حضروا معايا الورش النهارده واللي تواصلوا معايا انا ببعت فورم مثلا لتقييم الورش النهارده. الغرض منه حاجتين اولا ان احنا نعرف ان احنا لو في عندنا اي مشاكل في كايميرج افريكا بحيث ان احنا نحاول نحسن من دورنا وننمي الموقف اللي احنا موجودين فيه. وتاني نقطه ان انا اعرف الايميلات الشخصيه لكل المشاركين الكرام بحيث ان انا ان شاء الله لما انشر الماتيريال اللي الدكتور جلال هيبعتها لي يبقى معايا الايميلات بتاعتكم مباشره ما بعتهاش لكل الناس. ممكن في ناس ما تحتاجش ان توصل لها الماتيريال دي او في ناس تفتكر ان الماتيريال دي مش تبع الورشه فعشان نبقى ملتزمين ان ده الجروب اللي هيكمل معانا في الورشه دي ان شاء الله. تاني نقطة أنا عايز أوضح لكم في أسئلة بتجيلي كتير يقول لك إن الورشة دي مسجلة أو مش مسجلة فعايز أقول لكم يا جماعة إن إحنا عندنا شانل خاصة بإيميرج أفريكا. الورشة دي الشانل دي عليها كل الورش اللي إحنا بنعملها في ورش بتعمل باللغة العربية وبتعمل باللغة الإنجليزية فلو أنتوا عاوزين تشوفوا كل الورش اللي إحنا بنعملها يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل هتشوفوا كل الورش اللي إحنا بنعملها وكل الإيفنتات وكل الورك شوب اللي إحنا بنعملها وحتى إحنا مش بنعمل بس يعني بعض الأحيان إحنا كنا عملنا مؤتمر كامل واشتغلنا عليه وكان كله اونلاين ده كان في 2018. بعد كده كمان انا دي حاجه اضافيه لكل الحضور يعني اللي يحب يساعد معانا احنا متطوعين يعني انا يعني بقدم كل الشكر والتقدير للدكتور جلال وكل المشاركين والمحاضرين اللي قبل كده كلهم متطوعين محدش فيهم يعني طلب حاجه. كل الفكره ان هو كلهم عملوا ده تطوعا للوطن العربي كله ونشرنا العلم وان احنا بنساعد بعض. فاللي عنده القدره ان هو يعمل ورشه في مجال في تكنولوجيا التعليم الرابط موجود مع حضراتكم يبعت لي وانا هتواصل مع شخصين حتى لو بالتليفون باي شكل وان شاء الله نكون موجودين على تواصل مع بعض. وكمان انا هرد على الاستفسار بتاع حضرتك دكتور دينا. في كمان الرابط بتاع الموقع بتاعنا احنا لينا موقع خاص بالنسبه للايمرج ده emergeafrica.net هتعرف حضراتكم فيه كل الحاجات اللي احنا بنعملها. وكمان في حاجه جروب على الفيسبوك انا هبعته لحضراتكم حاليا اهو دي واحده. اللي عنده اي استفسار يتفضل مشكورا بس يفتح ايده ويفتح مايك وانا موجود مع حضراتكم. حاجه بالنسبه لايميرج افريكا دكتور دينا ممكن حضرتك تفتح مايك تقول على طول ايه المشكله في الحاجه
حطوا يدينا في التقييم واحد او خمسه الاعلى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. في التقييم بتاع الاستماره مكتوب مثلا كمثال اللي هو لما باجي اقيم الورشه ايه اعلى حاجه وايه اقل حاجه، مش مكتوب ان الكي بتاعي ايه؟ الكي احنا يعني احنا كنا عاملينها على ستاندرد ان مثلا من 1 ل 5 ان اعلى حاجه 5. اوكي فعادي يعني انا ببص على ان احنا مثلا يعني مثلا في سؤال هل اتاحت هذه الورشه الفرصه لك في التفكير في ممارسه العمليه في العمليه التعليميه، ف 5 اعلى حاجه صح كده؟ طيب انت معاك. اوكي شكرا جزيلا. في حاجه بالنسبه انا قلت يا دكتوره زهرة ان احنا هنعمل جروب، دي الاول مره انا بعملها، انا هتكلم مع منظمه انرجي افريكا المره دي بحيث ان احنا نقدر نعمل شهاده، بس على شرط ان احنا هنحضر مجموعه من الورش. انا هظبطها مع الدكتور جلال ان احنا نعمل الورش دي، ولما نحضر الاربع ورش او الخمس ورش دول على حسب الدكتور جلال يحدد هيبقى في شهاده من انرجي دي فور فري بدون اي مبالغه اضافيه وبدون اي حاجه. احنا بنعمل تطوير مع بعض واحنا كلنا بنتعلم من بعض، بالاضافه ان احنا عندنا في كورسات اساسا في كورسات معتمده من جامعه يونيفرسيتي اوف كيب تاون دي على emergeafrica.net موجوده لو حد حابب ياخدها، بس دي هتبقى ببيد لان دي الجامعه اللي بتصرف عليها وتدي شهاده معتمده من عندها، مش يعني اللي احنا بنعمله كل خدمات. في اي حد من حضور الكرام عنده اي سؤال اي استفسار اتفضل. اي سؤال؟ طيب هو بعد اذن حضرتك الدوره دي ايش النهارده فيها شهاده ولا لا؟ انا وضحت دكتور يسري ان احنا المره دي احنا دكتور جلال قال ان هو مقدمه، هنبقى مثلا هنتفق مع بعض بعد الورشه ان شاء الله هنحدد ان في 3 4 ورش معينه، يعني مثلا عشان نكمل الشهاده الكامله اللي هنقول مثلا خدت شهاده من ايمرج افريكا ان انت حضرت مجموعه ايفنتات بتتكلم عن ضمان جوده التعليم الالكتروني، هتبقى بعد نهايه الورش دي او الخمس ورش على شرط ان تحضرهم كلهم. ممتاز ممتاز. انت بس ككورس يعني هو مش ككورس، هو اصلا هقول لحضرتك حاجه، يعني التوجه اللي موجود في الاتحاد الافريقي اللي احنا بنتبعه كمنظمه في انرجي افريكا ان احنا بنهتم بتوصيل المعلومه اكتر من الشهادات، ودي كانت نقطه خلاف كبيره قوي في الاتحاد الافريقي، بينص ان احنا مثلا نهتم بنقل المعرفه اكتر من ان احنا ندي شهادات، لان دي الثوره المعرفيه القادمه. يعني مثلا رئيس امريكا لما جه بيتكلم قال لك ان هو مش هيهتم بالشهادات اكتر ما هيهتم بالمهاره، فاحنا عاوزين ننمي المهارات اكتر. تمام ماشي ماشي يا دكتور. شكرا شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. اي سؤال من حضور الكرام؟ انا في نهايه الورشه بتوجه بخالص الشكر والتقدير الى سعاده الدكتور جلال جابر. دكتور جلال جابر شكرا لحضرتك دكتور جلال، وشكرا على وقتك وتعبك معانا جدا ان شاء الله، وشكرا لكل الحضور الكرام على وجودكم معانا، وان شاء الله يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم ومستمرين معاكم ان شاء الله في ايمرج افريكا. ولو في حد حابب ان هو يواجه لاي استفسار او اي سؤال او اي حاجه اضافيه هذا رقم الشخصي موجود مع حضراتكم، انا ببعته في الشات على طول بحيث ان انا لو في اي حد عاوز يتواصل معايا شخصيا يقول لي في مثلا تقييم في نقاط مثلا قوه في نقاط ضعف لازم اخلي بالي منها لازم اركز على حاجات معينه، انا بشرف بكده واحنا كلنا بنساعد بعض وليا الشرف معاك في اي وقت ان شاء الله. نشوفكم في ورش جديده في ايمرج افريكا بالعربي ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.